إن شاء الله هنبتدي محاضرات الـ EMT من النهاردة. دي أول محاضرة هنبتدي بالأناتوم والفسيولوجي والفقير. المحاضرات الـ EMT هتاخد 25 محاضرة إن شاء الله. الإير هنخلصها في 10 مرات، النوز 5، الفارنكس واللارنكس برضو كل واحد 5 مرات. إن شاء الله تستفيدوا منها بإذن الله تعالى. الأناتوم والفسيولوجي والفقير اللي هي محاضرة دلوقتي أو محاضرة النهاردة، تمام؟ بداية زي ما قالوا لنا في الابتدائي، الإير مكونة من 3 أجزاء: الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية. يعني لو رسمت لك رسمة بسرعة كده وهوريها لك فيديو بعد كده، دي الأوريكل، إكسترنال كانال، تمبانيك ممبرين، وبعدين دي الميدل إير والأستيكيان تيوب، ثم جوه خالص دي الإنر إير، وطالع منها الإنر إير اللي هي الفيستيبيولو كوكليا، طالع منها الفيستيبيولو كوكليار نيرف اللي أنا بظلله ده، تمام؟ لو انا طبقت الكلام ده على الفيديو ده هتلاقي الصوره الاتيه. بص، دي اس 1 الودن من بره اللي باين، واللي فيها في النص ده التمبانيك ممبرين باين من خلال اكس راي اليوتري كانال اهي. دي كده درام ولاترالي، والانر اير الصفراء دي ميديالي، يبقى اللي بينهم ده الميدل اير، والاوسيكل جوه الميدل اير ميلياس والانكس والستيبس. دي طبعا الفيستيبيول والكوكليا اللي هي الصفراء دي، وده النيرف اللي خارج منهم اللي هو الاخضر ده، تمام. طيب نشوف بقى الكلام اللي احنا بنقول الاكسترنال اير. كلام الابتدائي بقى، الاكسترنال اير مكونه من 3 اجزاء: الاوريكل، صوان الودن من بره اللي هو الجزء ده، انا هعلم على الجزء ده، وبعدين الاكسراي اليوتري كانال اللي هو الجزء ده، وبعدين التمبانيك ممبرين اللي هو الجزء ده. يبقى لغايه هنا كده دي اسمها الاكسترنال اير، الاذن الخارجيه، اوريكل، اكسراي اليوتري كانال، تمبانيك ممبرين او درام. الميدل اير او بيسموها الميدل اير كليفت اللي هي عباره عن 3 اجزاء: الميدل اير كافيتي او التمبانيك كافيتي اللي هي الحته دي، ومن قدامها بتفتح في الاوستيكيان تيوب، ومن وراها عظمه مخرمه اللي هي الحته دي الماستويد اير سيلز. الثلاثه دول على بعض اسمهم ميدل اير كليفت. اللي جوه خالص دي بقى الانر اير اللي هو الكوكليا والفيستيبيول، بيسموها البوني لابرانس، بوني لابرانس، تمام. البوني لابرانس ده لو كسرتها الاقي جواها الممبرينس لابرانس. البوني لابرانس دي مكونه من ايه؟ الكوكليا اللي هي الجزء ده، طالع منها الكوكليار نيرف الحته دي، والفيستيبولار بارت الجزء ده طالع منه الفيستيبولار نيرف، تمام. طيب نيجي بعد كده الصوره اللي انت كنت راسمها من شويه دي جت ازاي؟ كرونال سيكشن من قدام كده من الوش انتيريور فيو، يعني زي ما في اوريكل اهي، اكسترا اليوتري كانال، تمبانيك ممبرين، وبعدين دي الميدل اير ودي الانر اير، وعليه السيكن توب هنا ودي الانر اير، تمام؟ يعني ورا العين، يعني ورا في جوه البيتراس بون اللي هي ورا العين، زيهم الناحيه الثانيه، دي الاوريكل اهي، اكسترا اليوتري كانال اللي هي باينه كرونال سيكشن يعني درام، وبعدين هنا الميدل اير، الاستيكيان توب بتفتح في النيزوفارينكس ورا النوز، هنا الانر اير جوه البيتراس بون، تمام. انا بوريك بس السكشن بتاع الاير جاي ازاي، الصوره اللي احنا تملي نرسمها اللي هي دي كده، اوريكل، اكسترا كانال، تمبانيك ممبرين، وبعدين ميدل اير، ثم الاستيكيان توب من قدام، وهنا الانر اير، تمام. يعني لو دي بتاع الناحيه دي وبتاع الناحية التانية هترسمها برضو نفس الكلام كده، اوريكل، اكسترا كانال، تمبانيك ممبرين، ميدل اير، ودي الانر اير، تمام. طيب نيجي بقى نشرح كل جزء على حدة. قلت لك الاكسترنال اير مكونة من 3 أجزاء: اوريكل، وبعدين اكسترا كانال، وتمبانيك ممبرين، نشرحهم. وبعدين الميدل اير كليفت مكون من 3 أجزاء: ميدل اير كافيتي اللي هو التمبانيك كافيتي، ومن قدام الاوستيكيان توب، من وراه الماستويد اير سيلز، وبعدين الانر اير بعد كده. هناخد اول حاجه الاوريكل اللي هو صوان الودن من بره خالص ده، اسمه الاوريكل. الاوريكل ده عباره عن كارتليجن سكيلتون متغطي بالسكين، كلها كارتليج ما عدا الحته اللي تحت خالص اللي بتركب بتاع الحلقه دي، اسمها لوبيول، او انا بدلعها بسميها اللبلوبه بتاع الودن، اللبلوبه بتاع الودن اللي هو الجزء اللي انا بعلم عليه ده، ده اللوبيول، ده فات كفرد وذ سكين، مفيش كارتليج اللي هو بنخرم فيها ونركب الحلقه، تمام. طب يا دكتور انت قلت لي مكونه من كارتليجن سكيلتون، هل الكارتليجن سكيلتون ده فلات شيت؟ نو، ده فيه اليفيشنز وديبريشنز، وكل اليفيشن وديبريشن ليه اسم،
هناخد بالتدريج الاوتر رولد ايدج ده خالص اسمه الهيليكس، الحته دي الهيليكس هيليكال ان شيب، وبعدين الواي شيب ريدج اللي قدام الهيليكس ده قدام الهيليكس يبقى انتي هيليكس، الجزء اللي انا بظلله ده اهو واي شيب ريدج تمام، وبعدين الهولو ديبريشن اللي قدامهم ده خالص اسمه الكونكا كونكا تمام، وبعدين الفتحه دي اسمها ميتس اللي هي الاكسترنال اوبننج بتاع الاكس راي اليوتري كانال ميتس. طب ويا ترى الميتس دي ده عباره عن فتحه الاكس راي اليوتري كانال من بره، يا ترى الميتس دي مفتوحه على الشارع كده على طول علشان ناموسه دبانه اي حاجه تدخل صرصار؟ لا سبحانك يا رب، ربنا خلق لها كفر اللي هو التريجس اللي هو الحته دي اللي انا بعلم عليها دي ريدج اوف كارتريج كفرد وذ سكين تمام، واخيرا البيول الحته اللي تحت خالص دي اللي هي فات كفرد وذ سكين. نراجع مع بعض بسرعه الاوريكل اللي هي عباره عن كارتريج متغطي بسكين كلها كارتريج ما عدا البيول، هعلم الاوتر رولد ايدج ده اسمه الهيليكس هيليكال ان شيب، الواي شيبد ريدج ده الانتي هيليكس تمام، الهولو ديبريشن اللي قدام الانتي هيليكس انترو انفيلو انتو هيليكس ده اسمه كونكا، وبعدين الفتحه دي اسمها ميتس، وبعدين دي اسمها تريجاس ريدج اوف كارتليج كفرنج ذا ميتس من بره، وبعدين دي اللوبيول اللي هي فات كفرد وذ سكين. طيب في شويه حاجات يعني انا في رايي مش مهمه قوي بس برضو نعرفها، سام تايمز تلاقي طالع من الهيليكس من هنا كده حته كارتليج ومتغطيه بسكين بنسميها داروينز تيوبريكل بتاع داروين بتاع القرود تمام، مش عند كل الناس. طيب الدبريشن اللي تحت الهيليكس ده اسمه ايه؟ اسكافويد فصة. اسكافويد فصة. طب يا دكتور انت قلت لي الانتي هيليكس دي اهي واي شيبد اهي، فكونت ترانجلر فصة، الحته دي اسمها اللي بتوين التو لمبس بتاع الواي اسمها ترانجلر فصة. طيب دي التريجس بيسموا احيانا الحته دي الانتي تريجس واللي بينهم الانتر تراجيك نوتش، انا قلت لك في رايي مش مهمه، لكن في حاجات بقى مهمه اللي هي ايه؟ انت قلت لي الجزء ده اسمه الكونكا، كل دي انت عارف ان الهيليكس دي الهيليكس دي الروت بتاعها طالع من نص الكونكا، اسامبلي الكونكا نصين، انا هعلم اهو واحد واثنين، واحد الجزء العلوي من الكونكا واثنين الجزء السفلي، واحد الجزء العلوي ده هنسميه سيمبا كونكا، سيمبا بتاع لايون كينج، سيمبا كونكا. طب دي اهميتها ايه يا دكتور؟ انت بتقول لي سيمبا كونكا ليه؟ لان دي لما تدوس عليها وتلاقيها تندر دي انديكيشن لان الماستويد فيه باس، يعني الماستويد مش فيه باس، فيه ماستويدايتس، فيه انفلاميشن في الماستويد ارسيلو، لان دي السيرفيس اناتومي اوف ذا ماستويد انترم، الكلينيكال لاند مارك اوف ذا ماستويد انترم. زي لما تدوس على المكبرنس بوينت تلاقيها تندر بتشخص ابندسايتس، زي الموريس ترانجل بتاع الكدني نفس الكلام، السيمبا كونكا دي هي السيرفيس اناتومي بتاع الماستويد انترم. يبقى دي كانت الاوريكل. نيجي بقى اللي تاني جزء الاكس راي اليوتري كانال اللي هو الجزء ده، لو تلاحظ هو تورشيوس مش ستريت كانال تمام، تورشيوس يسموه احيانا حرف اس تمام. طوله قد ايه؟ 24 مللي. 24 مللي يعني قد ايه؟ 2.4 سنتي يعني 1 انش بوصه. مكون من تلت خارجي كارتليجينس اللي انا بعلم عليه ده كارتليجينس بارت، وتلتين داخليين اللي هم بوني بارت. اصلا نسيت اقول لك على حاجه، ان الاوتر 1 ثيرد ده الاوتر 1 ثيرد ده الكارتليجينس كونتينوس مع الاوريكولار كارتليج 1 بيس. لو انا شديت الاوريكل بتاع واحد تطلع لي بالاوتر 1 ثيرد بتاع الكارتليج 1 بيس تمام، والانر 2 ثيردز العظم دي هي العظم بتاع التمبرال بون اللي بيكون الميدل اير تمام. طيب هل ده الفرق الوحيد بين التلت اللي بره ده والتلتين اللي جوه العظم دول؟ لا، يوجد فروقات بين الاوتر كارتليجنس 1 ثيرد والانر بوني 2 ثيردز، غير ان دي كارتليج ودي بون. ايه بقى الفروقات؟ تعال نعد. اول حاجه ان الاوتر كارتليجنس 3 ده covered أو lined with thick skin thick، بينما الـ inner bony two thirds lined with thin skin. طب الـ outer cartilaginous part ده جاب الـ thickness بتاعه ده منين؟ لأن فيه hair follicle، أنا رسمت لك hair follicle أسود أهو طالع منه أهو hair follicle فتخن تمام، وعلشان كمان فيه sebaceous وسيرومينس جلانس، سيرومين اللي هو الواكس الشمع، فيه sebaceous وسيرومينس جلانس بيفرزوا الشمع،
وعلشان كده الجلد بتاع الاوتر 1 ثيرد تخين. طب دي طبعا السكين بتاع الانر 2 ثيردز اللي بيغطي البوني بارت ثين، لا فيه هير فوليكل ولا فيه سيبيشيس ولا سيريومينس جلاندز. طب دي اهميتها ايه بالنسبه لي انا كدكتور اي ان تي؟ تهمني جدا طالما الاوتر 1 ثيرد هو اللي فيه الهير فوليكل، انفلاميشن في الهير فوليكل اسمها ايه؟ فرانكل، يبقى اللي هو دمل، يبقى الدمل ما يجيش غير في الاوتر 1 ثيرد اونلي، تمام؟ وبرده الاوتر 1 ثيرد هو اللي فيه الخلايا اللي بتفرز الشمع سيبيشيس وسيريومينس جلاندز، يبقى الشمع يفرز في الاوتر 1 ثيرد اونلي. عمر الشمع ما تلاقيه في الجزء الانر 2 ثيردز ابدا الا بفعل فاعل، لو العين لعب في ودنه ودخله لجوه، لكن اصلا الانر 2 ثيردز ما بتفرزش شمع، ده ثين سكين ديفويد اوف، ما فيش فيه لا سيبيشيس ولا سيريومينس جلاندز. طيب دكتور، اخر فرق بين الاوتر 1 ثيرد والانر 2 ثيردز ايه بقى؟ اخر فرق بنقول الاوتر 1 ثيرد اللي هو الكارتليجينس دايركتد اب اند باك، لفوق وورا الدايركشن بتاعه، بينما الانر بوني 2 ثيرد دايركتد داون انتيريور، العكس تماما، اذا كان ده اب ده داون، اذا كان ده باك ده انتيريور، يعني ده الاولاني بوستيريور والثاني انتيريور، تمام؟ وبالتالي الاوركل اهي، وبعدين الاوتر 1 ثيرد جاي كده، وبعدين الانر 2 ثيرد جاي كده، وبعدين هنا التمبانيك ممبرين، تمام؟ هو ده الفرق بين الاوتر 1 ثيرد والانر 2 ثيرد، تمام؟ طيب في اثنين كونستريكشنز، حتتين نارو في الاكسترا اليوتري كانال، واحد عند البوني كارتليجن جانكشن ما بين الكارتليجن سبارت ده والبوني بارت ده، هنا هو عند البوني كارتليجن جانكشن، والتاني على بعد نص سنتي من التمبانيك ممبرين او 5 ملي من الدرام. الحته النارو دي، ده الناروس بارت في الاكسترا اليوتري كانال اسمها الاسماس. انت ليه بتقول لي المعلومه دي ان في حتتين نارو في الاكسترا كانال؟ علشان لو عيل حط فرم بادي في الاير بتاعته في الاكسترا كانال هيتحشر مينلي في الجزء في يا ده يا الجزء النارو ده الجزء النارو ده، تمام؟ اخر حاجه في الاكسترا اليوتري كانال، تمام، ان الميديال اند بتاع الاكسترا اليوتري كانال، الميديال اند دي الحته دي اهي، تمام، فيها جروف. يعني انا لو رسمت كده بايدي، ده الاوريكل، ده الاكسترا اليوتري كانال، الميديال اند دي اهي فيها جروف، وبعدين تبتدي هنا الميدل اير كافيتي. الجروف ده ليه؟ علشان ترشق فيه الطبله، تدخل جواه طبله اهي، تدخل جواه، تدخن من البريفري وتدخل جواه، سبحان الله كانه عاشق ومعشوق كده. الجروف ده اسمه سالكاس ديبريشن، داير ندور في الميديال اند بتاع الاكسترا اليوتري كانال. علشان الانيولس بتاعت التمبريك ممبرين ده حاجه بيضاويه سراوندد بفايبرس رينج تخين، علشان الانيولس اللي هو الفايبرس رينج ده يدخل جوه السالكس كده لودجت، تمام؟ يبقى اذا عاشق ومعشوق كده بالظبط. لو رسمت لك حته اهي، ده السالكس، وبعدين هنا يبتدي الميدل اير، هنا الانيولس بتاع الدرام يدخل جوه السالكس، يبقى الانيولس ده الفايبرس رينج دخل جوه السالكس لودجت جوه السالكس، علشان تبقى قويه سموده سبورتد. بسرعه كده نراجع الكلام اللي قلناه، بنقول ده الاكسترا ايدوتري كانال، ده الاوتر كارتليجن الثيرد، ده الانر تو ثيردز اللي هو البوني بارت، هنا حته نارو عند البوني كارتليجن جانكشن، وهنا حته نارو على بعد نص سنتي من التمبانيك ممبرين، تمام. الاوتر 1 ثيرد لايند وذ ثيك سكين، جاب الثيكنس منين؟ هير فوليكل سيبيشيس سيروميناس جلاندز، بينما الانر 2 ثيرز لايند وذ ثين سكين، مفيش فيه لا هير فوليكل ولا سيبيشيس ولا سيريومينس جلاندز. طيب نيجي بقى للتمبانيك ممبرين. اناتومي اوف ذا تمبانيك ممبرين حاجه مهمه ولازم تتعلم رسمه التمبانيك ممبرين. التمبانيك ممبرين اوفال ان شيب، مش سيركل دايره كده، نو ده اوفال ان شيب، تمام. اوفال ان شيب 9 في 8 مللي، الفيرتيكال دايمنشن ده حوالي 9 مللي، بينما الهورزونتال دايمنشن ده حوالي 8 مللي. لو قلت لي يعني فرقت على 1 مللي، ما تقول 1 سم وخلاص 10 مللي، لا كبيره قوي. هو المتوسط 9 في 8 مللي. بيرلي وايت ان كلر، لونه ابيض لانه سكين، ولما بتنور فيه بالتلسكوب بيعكس الاضاءه، فهو بيرلي وايت ان كلر. كونكيف ازاي؟ يعني لو بصيت عليه من بره تلاقيه كونكيف كده، من بره كونكيف، بصيت عليه من جوه تلاقيه كونفكس، تمام؟ يبقى كونكيف مشدود بالميليس على جوه.
سراوندد بفايبرس رينج، سراوندد بفايبرس رينج اللي احنا سميناها ايه الانيولس. بص هرسمها لك على الرسمه دي كده. التلتين اللي تحت سراوندد بفايبرس رينج اللي هو الانيولس. على فكره الانيولس مش موجود حوالين التلت اللي فوق، تمام؟ يبقى سراوندد بفايبرس رينج اسمها الانيولس. واوبليك اون بوزيشن يعني عامل كده كده، عامل 55 درجه مع الفلور. الانجل انترو انفيريور دي 55 درجه مع الفلور، علشان كده بتكون الكون اوف لايت لما تنور بالاوتوسكوب هنا، وده هنقوله ليتر اون. الاضاءه بتتحوش في اضيق جزء فتعكس النور اكتر. طيب بسرعه كده قبل ما ندخل في التفاصيل نشوف الداتا او الفيتشرز بتاعه التمبانيك ممبرين اللي بتبان. بص بقى، اولا ده عباره عن الهاندل اوف ميليس اللي انا بعلم عليها دي، ده الشورت بروسس اوف لاترال بروسس اوف ميليس، لاترال بروسس اوف ميليس، وبعدين طالع منها الانتروماليولار فولد من قدام، بالستروماليولار فولد من ورا. الانتروماليولار فولد وبالستروماليولار فولد دول بيفصلوا التلت اللي فوق عن التلتين اللي تحت. التلت اللي فوق ده هسميه بارز فلاسيدا، يعني فلاسيد طري، تمام؟ بينما التلتين اللي تحت اسمهم بارز تنسا، لانه تنس قوي. كل ده بارز تنسا، كل التلتين دول بارز تنسا لانه تنس قوي. طب جاب ليه سموه تنسا وليه قوي؟ علشان جواه فايبرس لير، تمام؟ فبقى تنس قوي، بينما التلت اللي فوق مفيش فيه فايبرس لير. كذلك سبحانك يا رب، الفايبرس لير اللي في التلتين اللي تحت تخنت في البريفري وكونت انيولس حوالين التلتين اللي تحت، حوالين البارز تنسا، بينما البارز فلاسي ده مفيش جواها فايبرس لير، وبالتالي نوت سراوندد بي انيولس. نرسم التمبانيك ممبرين، نتعلم رسم التمبانيك ممبرين بعد اذنكم. التمبانيك ممبرين مثلا الرايت اهو، ميل اهو، وبعدين دي اللاترال بروس اوف ميليس، ثم الهاندل اوف ميليس، وبعدين ده كون اوف لايت، تمام؟ هو ده التمبانيك ممبرين. نشوف الداتا اللي عليه. الجزء ده اسمه البارز فلاسيدا، الجزء ده كله بارز تنسا، كل ده، كل الجزء ده من هنا لهنا ماشي، تمام؟ طيب الحته دي اسمها الهاندل اوف ميليس اللي انا بعلم عليها دي، دي اللاترال بروسس اوف ميليس، ده الانتروماليولار فولد، ده البستروماليولار فولد، تمام؟ اللي بيفصل البارز فلاسيدا عن البارز تنسا، تمام؟ ده كون اوف لايت، ده كون اوف لايت معايا. لو انا ده الرايت تمبانيك ممبرين، تمام؟ لان كون اوف لايت كده بيبص على ايدي اليمين، خلي بالك كون اوف لايت اهو اللي انا بظلله ده بيبص على ايدي اليمين، يبقى دي الطبله دي يمين. لو عايز ارسم الطبله الشمال قصادها الناحيه الثانيه اهي، وكون اوف لايت اهو معايا ونفس الداتا، تمام كده؟ طبعا الفايبرس رينج اللي هو الانيولس بيسراوند البارز تنسا اونلي هنا، والناحيه الثانيه كذلك. طيب دي الصوره الطبيعيه بتاعه التمبانيك ممبرين. مش باينه بيرلي وايت كلر علشان نور الكاميرا. ده كون اوف لايت، دي الهاندل اوف ميليس، وده اللاترال بروسس، تمام؟ ده الانترومالولار فولد، ده البسترومالولار فولد، كل دي البارز تنسا ودي البارز فلاسيدا، تمام؟ وطبعا الشادو الخفيف اللي باين ده الانيولس. نسيت اقول لك على حاجه، ان اكتر حته ديبريست في التمبانيك ممبرين في الدرام اللور اند اوف ميليس هنا اهو عند الايبكس بتاع الكون اوف لايت ده، هي بيسموها امبو، تدليع امبلايكس، علشان الامبلايكس هي الموست ديبريست بارت فيك، نفس الكلام بيدلعوها ويسموها امبو اللي هي الموست ديبريست بارت، الكونكيف بارت. ده كده الرايت تمبانيك ممبرين، وده كده الليفت تمبانيك ممبرين. طبعا هنا الكون اوف لايت بيبص على ايدك الرايت يبقى رايت، التمبانيك ممبرين بيبص على ايدك الليفت يبقى ليفت، ما هو كان العين بيبص لك، تمام؟ نيجي بقى للاجزاء بتاع التمبانيك ممبرين زي ما انا قلت لك. الجزء اللي انا بعلم عليه ده اسمه البارز فلاسيدا، البارز فلاسيدا، بينما كل الجزء ده بارز تنسا، بارز تنسا. نمسح ونشرح تاني. بنقول البارز فلاسيدا هو الابر وان ثيرد او الابر بارت اوف ذا تمبانيك ممبرين، هو وان ثيرد مش قراني يعني، الابر بارت اوف ذا تمبانيك ممبرين. مفيش جواه فايبرس لير، وبالتالي نوت سراوندد باي انيولس، علشان كده فلاسيد طري. بينما البارز تنسا
هو اللور تو اللور بارت ده من التمبانيك ممبرين اسمه بارس تنسا. تنسا ليه؟ لان جواه فايبرس لاير، وبالتالي هو تنس لان الفايبرس لاير اديته قوه. معايا؟ طيب، وعلشان جواه فايبرس لاير، الفايبرس لاير دي بتدخل في البريفري وتكون الانيولاس اللي هو الفايبرس رينج اللي هي بتدخل جوه السلكس. طب سؤال بقى، سؤال بيساله شافه احيانا، لو واحد اترزع بالقلم على ودنه، مين اللي يفرقع الاول او مين اللي اكتر يفرقع، البارز فلاسيدا ولا البارز تنسا؟ تنسا، لانه تنس فالضغط بتاع الهواء الكومبريشن يروح مفرقع البارز تنسا مره واحده، اما فلاسيدا بتروح وتيجي مع الهواء. معايا؟ طب سؤال تاني، هي الطبله اليمين ولا الطبله الشمال اللي تفرقع بالقلم اكتر؟ طبعا اكيد الطبله الشمال. اشمعنى؟ لان اللي بيضرب بيضرب بالايد اليمين ووشه الوش اللي قدامه، فالطبله الشمال اللي بتفرقع في التروماتيك في السلاب في القلم اكتر، لان معظم الناس بيضربوا بالايد اليمين الا لو كان حظك سيء وبابا كشول وضربك بايده الشمال، يبقى الطبله اليمين هي اللي هتفرقع اكتر. نقول اللايرز اوف ذا تمبانيك ممبرين او اللايرز اوف ذا درام. انا رسمت رسمه تخيليه، بص دي كده الاكس راي اليوتريكانال ودي كده الاوريكل تكملتها معايا. الاكس راي اليوتريكانال دي لايند ويذ سكين، الاصفر ده الاصفر ده سكين، هو هو اللي بيعمل الاوتر لاير اوف ذا درام. يبقى الاوتر لاير اوف ذا درام ستريت فايد سكويماس ايثيليوم سكين عادي جدا، بينما الانر لاير اوف ذا درام هو هو الميوكوزا اوف ذا ميدل اير. ما هو اي كافيتي في البودي لايند ويذ ميوكوس ممبرين ميوكوزا، يبقى الحمراء دي ميوكوزا ميوكوزا. تمام، يبقى الاوتر سكين والانر ميوكوزا. الانر الميدل لاير بقى فايبرس لاير اللي هو الجزء ده اللي انا بظلله ده، فايبرس لاير موجوده فين بس؟ في اللور بارت بس اللي هو في البارز تنسا. كمان البارز تنسا بقى تنسا ليه؟ بقى تنس ليه غير انه جواه فايبرس لاير؟ علشان الهاندل اوف ميليس امبيدد فيه. بص للصوره دي كده، بص سبحانك يا رب، الهاندل اوف ميليس دخلت جوه الفايبرس لاير، الهاندل اوف ميليس امبيدد في الفايبرس لاير، وعلشان سبحان الله كانه الحديد المسلح اللي امبيدد جوه السقف، فعلشان يعمل ري انفورسمنت للسقف، كذلك الهاندل اوف ميليس امبيدد في الفايبرس لاير اوف ذا درام فبقى سترينثد. طيب يبقى اذا اللايرز اوف ذا درام ثلاثة لاير، الاوتر سكين، الانر ميوكوزا اللي هي فلات كيوبويدال ايثيليوم اللي هو الموديفايد ريسبيراتوري ايثيليوم لان الميدل اير كليف تبع ريسبيراتوري سيستم. تمام، والميدل فايبرس لاير اللي هي موجوده في البارز تنسا بس واللي امبيدد فيها الهاندل اوف ميديس. طيب تخانه الطبله بقى، الطبله دي تخن قد ايه؟ الثيكنس بتاعها قد ايه؟ ارسم الاوريكل اهي، سيرا اليوتري كانال اهي، دي الدرام، وبعدين هنا الميدل اير، وهنا الاستيكين تيوب، وهنا الانر اير. بالمناسبه ده كده السالكس داخل جواه الانيولس. تمام، وعلى فكره السالكس موجود برضو في اللور تو ثيردز بتاع الاكسترا اليوتري كانال بس. طيب دكتور تخنت الطبله قد ايه؟ بقول لك الطبله تخنتها 1/10 مللي في الادلت، التخانه دي 1/10 مللي بس في الادلت. طب في تشيلدرن بتبقى اتخن ازاي؟ الاكسترا اليوتري كانال بتاع الطفل ضيقه لسه صغيره كده كده، تمام، ضيقه، كل ما الطفل يكبر كل ما توسع توسع توسع، فالطبله ترق ترق ترق، بتتشد زي عجينه الفران بتبقى مكببه، يقعد يبطط فيها علشان تفرد وتبقى رغيف عيش، فتبقى ثن ثن. كذلك الاكسترا اليوتري كانال بتاع الطفل ضيقه فالطبله تخينه، الاكسترا اليوتري كانال لما بتكبر بتوسع توسع توسع فالطبله ترق. طب ودي اهميتها ايه؟ اهميتها لما يبقى فيه باص جوه الميدل اير اللي هو اكيد اوتايتس ميديا، يعني نسبه الطبله تفرقع عند مين اكتر، الادلت ولا تشايلد؟ طبعا الادلت، لان الطبله ثين في الادلت بينما ثيك ان تشيلدرن. طب ودي لها اهميه؟ لما يكون في باص جوه الميدل اير وما قدرش يفرقع الطبله فيروح رايح على الماستويد ورا، ماستويدايتس، مش عارف يفرقع الطبله ويحصل له درينج، يروح طالع على مننجيس مننجايتس برين ابسس لابرانثايتس على الانر اير وهكذا. اذا الكومبليكيشن اوف اكيوت اوتايتس ميديا ان تشيلدرن اكتر من في الادلت. ليه؟ لان الدرام ثيك بتريزيست البلجنج والبرفوريشن فمحوش الباص وراها ما حصلوش درينج. بينما لو رسمت، بص لو رسمت كده مثلا، دي الطبله بتاع الادلت ماشي، حصل باص هنا
راحت الطبله مفرقعه من الباص وراح الباص دريند خلاص، وبالتالي الطبله بتاع الطفل مورثك فبتفرقع برضه، ولكن نسبه انها ترابشر اقل من الادلت، وعلشان كده الكومبليكيشن اوف اكيوتوتايتس ميديا اكتر ان تشيلدرن، علشان الطبله بتاعته ثيك فما بيحصلش درينج للباص. الكونوفلايت اللي انت رسمته لي، يعني انت لما رسمت لي الدرام كده اهي اهي، والكونوفلايت اهو في الانترو انفيرور بارت اوف ذا درام، تمام؟ الكونوفلايت ده اتكون ليه في الانجل دي؟ في الانترو انفيرور بارت دي، الحته دي، لان الدرام عامله 55 درجه مع الفلور، تمام؟ فلما نورت بالاوتوسكوب من هنا، الاوتوسكوب ده المنظار اللي انا ببص بيه في الودن، النور بتاع الاوتوسكوب كان متوزع على كل قناه الودن، متوزع متوزع لغايه اخر جزء اتجمع في الجزء الضيق الانترو انفيرو انجل اللي هي 55 درجه، النور كان متوزع على كل قناه الودن، بعد كده اتوزع على جزء ضيق فبان منور اكتر، لان الانترو انفيرو بارت ده بيرفلكت اللايت مور، تمام؟ وسبحانك يا رب، لو شفت الكون اوف لايت وانت بتكشف غالبا الدرام دي نورمال، تمام؟ لو رسمنا تبينها لك اهي، دي الاوريكل، دي الاكسترا الكتري كانال، ده التمبانيك ممبرين، تمام؟ انا منور بالاوتوسكوب هنا، النور متوزع اهو، ويجي لاخر جزء ويتجمع، فالحته دي ترفلكت لايت مور فيبان از اكون فلاي مخروط ضوء. زي ما قلت لك دي كده الليفت تمبانيك ممبرين، الكون فلايت اهو. نيجي للميدل اير كليفت بقى اللي هو ثالث جزء، خلصنا الاذن الخارجيه، دلوقتي دي الاذن الوسطى او الميدل اير كليفت. بنقول الميدل اير كليفت بيتكون من ثلاث اجزاء. الصوره دي اللي انت شايفها قدامك دي جايه لاترال فيو كده، لاترال فيو. الجزء اللي في النص ده الميدل اير كافيتي كوبر او التمباني كافيتي او التمبانم باللاتيني، يفتح قدام على الاوستيكال تيوب وورا على المصلوت ارسل اللي هو الجزء ده، تمام؟ يبقى اذا دي نمره واحد، دي الميدل اير كافيتي كوبر التمباني كافيتي، من قدام يفتح انترو انفيرو في الاوستيكال تيوب على النيزوفارنكس هنا كده النيزوفارنكس، تمام؟ ومن ورا عن طريق الادس ادانترم، الخرم الصغير ده اسمه الادس ادانترم، يفتح على المصلوت ارسل اللي هو الجزء ده، تمام؟ طيب بنقول الميدل اير كليفت اللي هو لو انا رسمت رسمه السكال على الرسمه اللي قدامي دلوقتي علشان اعرف جايه ازاي، هنا دي كده ده النوز اهو، وهنا ده كده القفا من ورا، وهنا العين، تمام؟ دي الاوستيكيان تيوب تفتح في النيزوفارينكس ورا النوز، ورا النوز بواحد سنتي تقريبا، ده الميدل اير كافيتي. طبعا كان في هنا اكسترا ايديوتري كانال واوريكل، انا اخدت ساجيتال سيكشن، تمام؟ علشان اشوف كل ده، يعني شلت الاوريكل وشلت الاكسترا كانال، وبعدين من ورا دي الماستويد بون اللي جواها الماستويد ايرسيلز، تمام؟ الثلاثه دول على بعض اسمهم ميدل اير كليفت. ناخد كل جزء في الميدل اير كليفت على حده، اللي هو الميدل اير كافيتي تمباني كافيتي بروبر، الاوستيكيان تيوب، وبعدين الماستويد ايرسيلز. ارسم لي الميدل اير كليفت كده تاني اهو، ده كده الماستويد ايرسيلز، ده كده الميدل اير كافيتي بروبر، ده كده الاوستيكيان تيوب، تمام؟ يبقى ده الميدل اير كافيتي، الاوستيكيان تيوب من قدام اللي هو الجزء ده، وبعدين دي الماستويد ايرسيل، وده الاديتس اد انترم اللي بيكومينيكيت الميدل اير كافيتي بالماستويد، تمام؟ ارسم عليه السكال اهو، والقفه من ورا، وده العين، تمام؟ يبقى الصوره دي جايه لاترال فيو. طيب الميدل اير كافيتي بقى اللي هو التمباني كافيتي او التمبانم، الغرفه اللي اسمها الاذن الوسطى دي عباره عن ايه؟ دي غرفه فعلا، اي غرفه او اي اوضه لها ستة وولز، مكعب، روف فلور، تمام؟ يبقى روف من فوق وفلور من تحت، انترول وبوسترول ادي اربعه، وبعدين ميديال ولاترال ادي كده سته. طيب كمل لي الرسمه دي كده، ده الاكسترا ايديوتري كانال، ده كان في اوريكل هنا، دي الميدل اير كافيتي، الاوضه اللي اسمها ميدل اير كافيتي، ماشي؟ ده كده لاترال اللي هو الاوتر باوندري، ده اللي هو التمبانيك ممبرين، ده كده ميديال اللي هو الانر اير كوكليا، ده كده الروف سبير وول، وهنا المخ فوقيها، تمام؟ وده كده الانفيرير وول اللي هي الفلور، تمام؟ وفي ناحيتي هنا انتيريور وناحيه ورا بوستيريور، تمام؟ طيب الاوضه اللي اسمها ميدل اير كافيتي ده
الفراغ بتاع الاوضه دي السبيس اتقسم الى ثلاث اجزاء. هاخد خط بالعرض عند الابر ليميت اوف ذا درام هنا، وخط بالعرض عند اللور ليميت اوف ذا درام، فتقسم التمباني الكافيتي الى 1 2 3 اللي قدامك دي، 1 2 3. واحد ده اللي هو اباف ذا ليفل اوف ذا درام، ده اسمه ايبي تمبانيك بارت او ايبي تمبانم، ايبي يعني فوق، ايبي تمبانم تمام. او الاسم الاشهر بتاعه اتيك. اتيك يعني ايه؟ صندره، اللي هو الجزء العلوي من المحل لما يكون فيه مقاس حاجه مش موجوده او مش مطلوبه كتير، فالراجل بتاع المحل يعمل بارتيشن خشب كده في قلب المحل قبل السقف ويعين فيه الحاجات اللي مش مطلوبه قوي، فلما تروح له وانت مقاس جزمتك كبير قوي ومش موجود في المقاسات المعروضه، فيجيب سلم ويطلع البارتيشن ده اللي فوق ويجيب لك المقاس بتاعك. البارتيشن ده والسبيس اللي فوق ايه اسمه اتيك، او باللغه العربيه الفصحى الصندره. يبقى اتيك او الايبي تمبانم. وعلى فكره الاتيك او الايبي تمبانم ده هو اللي فيه معظم الاوسيكلز، جزء كبير من الميلياس اهو، وجزء كبير من الانكس والستيبس تمام، وبالتالي يعني حته من الستيبس في الايبي تمبانم. بنقول الايبي تمبانيك بارت او الاتيك ده هو اللي بيكونتينيو مع الماستويد انترم من ورا بالاتيس انترم. يعني انت لو رسمت لي الرسمه دي كده اللي كنت راسمها لي من شويه، الجزء العلوي ده اللي هو الايبي تمبانم تمام، الجزء ده بيفتح في الماستويد من ورا بالماستويد بالاديتاس اد انترم، الطريق الى الانترم تمام. يعني انت لو تايه جوه الميدل اير كافيتي هنا هتلاقي يافطه هنا اهو مكتوب عليها اي 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 اديتاس اد انترم، يعني الطريق الى الانترم، اسلك هذا الطريق لتصل الى الانترم. يبقى ده الكوميونيكيشن ما بين الاتيك اللي هو جزء من الميدل اير والماستويد انترم اللي هو جزء من الماستويد ارسيلس. تاني جزء نمره 2 اللي هو الميزو تمبانم. ميزو لانه قصاد الميزنتري، قصاد الممبرين. ميزنتري باللاتيني زي الميزنتري بتاع الانتستين كده، او ده اللي يعني ممبرين، فهي علشان قصاد التمبريك ممبرين سماها ميزو تمبانم. وهايبو تمبانم اللي هو الجزء السفلي اللي تحت الليفل اوف ذا تمبانيك ممبرين. يبقى قسم فراغ الاذن الوسطى الى ثلاث اجزاء تمام، ايبي تمبانم او اتيك اللي هو الجزء العلوي above the level of the drum، ميزو تمبانم اوبوزيت الميزنتري اوبوزيت الممبرين، وبعدين هايبو تمبانم below the level of the tympanic membrane. الصوره دي كانت ازاي بقى؟ كانت lateral view للميدل اير كافيتي اللي هو sagittal section، شلت الاوريكل وشلت الاكس راي يوريتري كانال وشلت كمان التمبانيك ممبرين اللي هو الاوتر باوندري اوف ذا ميدل اير علشان اشوف جوه الاوضه في ايه. ازاي يعني؟ يعني كان في هنا تمبانيك ممبرين انا شلته، ده اللي هو اللاترال باوندري، انا شلته علشان اشوف الميديال وول اوف ذا ميدل اير تمام. فلقيت الاوضه اللي اسمها ميدل اير كافيتي دي لها روف اللي انا بعلم عليه ده سبير وول، لها فلور اللي انا بعلم عليه ده تحت، لها انتيرير وول اهو، لها بستير وول اهو، والميديال وول اللي انت شايفه ده الحاجات اللي انت شايفها دي، والاوتر وول اللي هي كانت تمبريك ممبرين انا شلتها تمام. طيب تعالى نشرح الروف عباره عن ايه والفلور عباره عن ايه والانتير والبستير وهكذا. الروف اللي هو الجزء ده، ده ثين بليت اوف بون بيسبريت، الروف ده ثين بليت اوف بون بيسبريت الميدل اير كافيتي عن التمبرال لوب اوف ذا برين. هو ده التمبرال لوب اوف ذا برين. ايه ده؟ اسم العظمه دي الثين بليت اوف بون اللي هي الروف دي ايه؟ تيجمنت تمباناي. تيجمنت يعني قشره، تيجمنت تمباناي تمام. ده التمبرال لوب اوف ذا برين. يعني لو في باص جوه الميدل اير ممكن يروح فوق يعمل لي تمبرال لوب ابسس طبعا تمام. يبقى ده الروف. الفلور بقى اللي هو الجزء ده، الجزء ده الفلور. اذا كنت قلت لي الروف ثين بليت اوف بون فالفلور فيري 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 ثين بليت اوف بون. انت بتحزق كده ليه؟ فيري فيري فيري، ده من كتر ما هو فيري ثين سام تايمز ما بيبقاش موجود، ديهيسنت او ديفيشنت بيسموه بوني ديهيسنس تمام. تحتيه على طول تحت الثين بليت اوف بون ده السبير جاجولار بالب اللي هو الازرق ده، الانترا جاجولار فين بتاع الرقبه منفوخ من فوق عامل سبير جاجولار بالب، ومنفوخ من تحت عامل انفيرو جاجولار بالب. السبيرو جاجولار بالب ده تحت الفلور على طول. طب يا دكتور لو الثين بليت اوف بون ده مش موجود، ديهيسنت،
تمام، هيحصل ايه؟ الجاجولار بالب ده يروح عامل بلج جوه الميدل اير، يقوم العين لما يجي ينام يسمع بالستايل تينيتس، يعني بالسيشن مع تينيتس مع البالسيشن بتاعه، تمام؟ ولما يجي ينام بالذات، لان ده فين؟ الفين بيحصل له ترانسميتد بالسيشن من الهارت لما تنام علشان الجرافيتي، تمام؟ ولكن وانت واقف ما يحصلش. يعني ده لما يبقى البوند هيسد، اول مره اقول بالستايل تينيتس، يعني طنين مع النبض، تمام؟ تينيتس يعني طنين، كلمه من اصل عربي ما كنا بني ادمين، تينيتس طنين، تمام؟ فسموها تينيتس. لما يبقى فاسكولار نسميه بالستايل، اول مره اقول بالستايل تينيتس من هاي جاجولار بالب، لو في ديهيسنت فلور هيبقى في هاي جاجولار بالب جوه الميدل اير. نيجي بعد كده نمسح اللي رسمناه ده، نيجي بعد كده ده الانترول، ده الانترول. الانترول فيه ثلاثه فيتشرز، ثلاث حاجات، ثلاثه كانالز بالظبط. اولا من فوق خالص كانال فور تنسور تمباناي ماسل، اللي هي دي عضله اسمها التنسور تمباناي، جايه من فوق الاستيكيان تيوب. على فكره دي الاستيكيان تيوب بس المفروض تترسم تحت سنه. يبقى كانال للتنسور تمباناي ماسل اللي هي بنت خاله التنسور بلاتاي، تمام، اللي هي سبلايد بالنيرف تو ميديال تريجويد اوف مانديبولار ديفيجن اوف تريجيمينال. يبقى التنسور تمباناي بنت خاله التنسور بلاتاي واخده ذا سيم نيرف سبلاي. التنسور تمباناي بتمشي فوق الاستيكيان تيوب في بوني كانال، تدخل من الانترول بتاع الميدل اير كافيتي، تلف حوالين بكره في الميديال لول اوف ذا ميدل اير، هنسميها بعد كده بورسيسكو كلياري فورمز، حلزونيه الشكل عامله زي التروكليا هنا اللي بيلف حواليها سبيرو اوبليك تندون، تمام. وبعدين بعد ما التندون بتاع التنسور تمباناي يلف حوالين البورسيسكو كلياري فورمز دي، الدايركشن بتاع التندون يغير اتجاهه لاترالي علشان تبقى انسرتد في الميدياس 90 درجه، يبقى تغير 90 درجه يبقى انسرتد في الميدياس فور بروتكشن. بعد كانال فور تنسور تمباناي الاستيكان تيوب، ده تاني قناه تفتح في الانترو انفيرو بارت بتاع، قلت لك نزلها تحت شويه، في الانترو وول بتاع الميدل اير كافيتي. وبعدين الكاروتيد كانال جواها الانترنال كاروتيد ارتري، ده في بوني كانال اللي هي كاروتيد كانال. سام تايمز يحصل كاروتيد انيوريزم فيحصل بريشر نيكروزس على البون، وبالتالي الكاروتيد انيوريزم ده يدخل جوه الميدل اير فيعمل لي بالستايل تينيتس. تاني مره اقول بالستايل تينيتس، يعني مره قلت من الفلور نتيجه الهاي جاجولار بالب، ومره قلت نتيجه الكاروتيد انيوريزم في الانتيريور وول. طيب يبقى دي كده الانتيريور وول فيها ثلاثه كانالز، كانال فور تنسور تمباناي، تحتها الاستيكيان تيوب كانال، تحتها الكاروتيد كانال فيها الانترا كاروتيد ارتري. طيب نيجي بعد كده الانفيرور وول، الانفيرور وول اللي هي دي. الانفيرور وول فيها ثلاثة فيتشرز، تمام؟ إذا كان الانفيرور وول فيها ثلاثة كانالز فالبستير وول فيها ثلاثة فيتشرز. إيه هما الثلاثة فيتشرز؟ أولًا فتحة أهي اسمها أديتاس أد أنترم، ياه ما هو ده هنا الأتيك أو الإبتمبانم، فبيفتح هنا في الماستويد أنترم، ده كده الماستويد أنترم، وبعد كده ده حواليه الماستويد إرسالي، وهنا الماستويد بروسيس، تمام؟ فدي الاديتاس اد انترام اللي هي كوميونيكيشن بين الاتيك والانترام. يبقى ده اول حاجه في البسترول. تاني حاجه البيراميد، ايه البيراميد ده؟ ده عباره عن بوني بيراميد، فراغ مخروط الشكل، تمام، من العظم جواه عضله اسمها استابيديس. يعني سبحانك يا رب، اذا كان من قدام بوني كانال ماشي فيها التنسور تمباناي، فمن ورا في بوني بيراميد، بس بيراميد بالعرض، مش بيراميد فيرتيكال زي الهرم بتاعنا، لا بالعرض، الايبكس بتاعته هورزونتال، فجواه استابيديس ماسل. البيراميد ده جواه الاستابيديس ماسل، والايبكس بتاع البيراميد ده طالع منه التندون بتاع الاستابيديس علشان تروح بعد كده للاستيبس، تبقى اتاتشد للاستيبس اللي قافله الاوفال ويندو برضه فور بروتكشن لما تسمع صوت عالي. يعني من قدام التنسور تمباناي ومن ورا الاستابيديس، والاثنين ماشيين جوه بوم، محميين ببوم، تمام. تالت حاجه في البسترول الفيرتيكال بارت اوفيشال نيرف اللي هو ده، نمسح علشان نشوفه، اللي هو الجزء ده، ده الفيرتيكال بارت اوفيشال نيرف، ماشي ان اتس بوني كانال. خلي بالك الفيشال نيرف مش متعري، مش ماشي جوه فراغ الميدل اير، والا كانت تبقى مصيبه. اي واحد يجي له التهاب اذن وسطى يجي له فيشال باراليسيس وبقه يتعوج وعينه ما تقفلش وهكذا، لا ده ربنا حميه في بوني كانال. الفيشال نيرف
هو اطول كرينيال نيرف ماشي في بوني كانال اسمها الفالوبيان كانال، تمام؟ وبالتالي ده الفيرتيكال بارت اوفيشال نيرف، الفيرتيكال بارت اوفيشال نيرف. يبقى ثلاث حاجات في البسترول، اديتاس اد انترم بيكومينيكيت بيكومينيكيت كذا وكذا، البيراميد جوه الاستابيدياس ماسل اللي هتروح للستابس، وبعدين الفيرتيكال بارت اوفيشال نيرف ان اتس بوني كانال. طيب ده البسترول. اللاترال وول بقى اللي هي مش باينه في الصوره هنا، يعني لو رسمتها لك كده، دي الاوريكل، ده الاكسترا كانال، ده التمبانيك ممبرين اللي هو اللاترال وول بتاع الميدل اير، التمبانيك ممبرين لاترال، وبعدين دي كده الميدل اير، وبعدين دي كده الانر اير. يبقى اذا لاترالي التمبانيك ممبرين، ميديالي الكوكليا اللي هي الانر اير، تمام؟ خلي بالك اللاترال باوندري التمبانيك ممبرين اهو، وفي بول اباف عظم فوق، وبول بلو عظم تحت، هو ده اللاترال باوندري بتاع الميدل اير كافيتي. نيجي بقى للميديال وول، ودي اهم حاجه في الفيتشر بتاع الميدل اير كافيتي. الميديال وول اللي باينه قدامك في الصوره دي فيها ست حاجات. نمره واحد البرومونتري، وهنقول ده ايه. نمره اتنين شباك فوقي ووراه الاوفال ويندو. نمره تلاته شباك تحت ووراه راوند ويندو. نمره اربعه فراغ بين الشباكين ورا البرومونتري ساينس تمباناي. نمره خمسه بورساكو كلير فورمز اللي هي البكره اللي بيلف حولها التندو بتاع التنسور تمباناي. نمره سته الهوريزونتال بارت اوفيشال بوني كانال. يبقى ست حاجات. البرومونتري اللي هو عامل بلج ده، انا هرسمه كده برومونتري. البرومونتري ده البيزل تيرن اوف ذا كوكليا، الكوكليا 2.5 دايره. اول دايره فيها اللي هو البيزل تيرن عامل بلج في الميديال وول اوف ذا ميدل اير اللي هو باين قدامك ده اللي انا كتبت عليه نمره واحد. ده البيزل تيرن او الفيرست تيرن اوف ذا كوكليا. اباف اند بيهايند اوفال ويندو، اوفال ان شيب اهو، متغطي بالفوت بليت اوف ذا ستيبس، يعني مش متعري، الستيبس اهي مغطياه، تمام؟ مغطيه الاوفال ويندو. بلو اند بيهايند برمونتري راوند ويندو، راوند ان شيب، متغطي بسكندري تمبانيك ممبرين، سموه سكندري علشان نفرقه من التمبانيك ممبرين الاصلي. بيهايند ذا برمونتري بين الاوفال ويندو والراوند ويندو، الفراغ ده جيب داخل لجوه اسمه ساينس تمباناي. جيب ساينس لان ممكن يستخبى فيه كوليستياتوما، تمام؟ مرض بعد كده هناخده اسمه كوليستياتوما. اباف اند ان فرونت اوف ذا برمونتري هنا اهو بورساكو كلير فورمز اللي بيلف حواليها التندون بتاع التنسور تمبراي هنا، تمام؟ وبعدين الهورزونتال بارت اوفيشال بوني كانال. على فكره سام تايمز ذي هيسنت بس فيري رير، تمام؟ يبقى اذا سته فيتشر في الميديال وول اوف ذا ميديال اير، نرسمهم تاني اهم. نمره واحد البرومونتري اللي هو البيزل تيرن اوف ذا كوكليا، الاوفال ويندو اباف اند بيهايند ذا برومونتري مقفول بالفوت بليت اوف ذا ستيبس، راوند ويندو بلو اند بيهايند ذا برومونتري مقفول بسكندري تمبانيك ممبرين، الفراغ اللي بينهم ده اسمه الساينس تمباناي، وبعدين اباف اند ان فرونت اوف ذا برومونتري بورسوكو كلير فورمز ثم الهورزونتال بارت اوفيشال بوني كانال. يعني الهورزونتال بارت ماشي في الميديال وول، بينما الفيرتيكال بارت ماشي في البسترول. خلي بالك انا ما اعرفش ارسم 3 دي، يعني هو المفروض ده ميديال وده لاترال شويه مش في البسترول. الرسمه دي جميله قوي. بص ده كده الميديال اير كافيتي، وده كده الاوستيكيا توب قدام، وفوقها كانال بروتين سورت مرايا اهي معايا، وتحتها كاروتد كانال اهو. دول الثلاثه فيتشر اللي في الانترول. البسترول بقى هنا ده الاديتاس اند انترام، هنا ده البيراميد الاستابيديوس، تمام؟ وهنا الفيشيال نيرف اتس بوني كانال اهي، خارج اهو من الستايلوماستويد فورمن من تحت خالص، ما بين الستايلويد والماستويد اسمه ستايلوماستويد فورمن، تمام؟ وتحت في الفلور هنا جاجلر بالب، سيبير جاجلر بالب، ده الفلور وده الروف وده التمبرال روف ذا برين، تمام؟ طيب استنى كده الميديال وول بقى وريها لي. ده البرومونتري البيزل تيرن اوف ذا كوكليا، وعليه حاجه زي الشجره اهي اللي هو التمبانيك بلكسس بروسفارنجيال نيرف او جاكوبسونز نيرف اللي هو جزء من النيرف التاسع بروسفارنجيال كرينيال نيرف، تمام؟ بتاع السنسيشن بتاع الميدل اير ميكوزا. يبقى ده البرومونتري، ده الاوفال ويندو ماشي، ده الراوند ويندو، ده الساينس تمباناي في الحته دي ما بين الاثنين،
هنا البروسوكو كلير فورمز هيبقى اباف اند فرونت اوف ذا برومونتري، وهنا الهورزونتال بارت اوف فيشال نيرف. على فكره لو رسمت لي الفيشال نيرف على الرسمه دي، الفيشال نيرف اللابرانثاين سيجمنت جايه كده من جوه، تتني نفسها اول ركبه اللي هو الفيرست جينون اللي عندها جينيكال جانجليون هنا، يمشي هورزونتال وبعدين فيرتيكال هنا السكند جينون، يبقى ده هنا الفيرست جينون نمره واحد، ده السكند جينون نمره اثنين، تمام؟ وبعدين يطلع من تحت خالص من الستيلوماستويد فورم. بالمناسبه قبل ما نسيب الرسمه دي برضو علشان نقدم للي هنقوله بعد كده، سبحان الله يا اخي، زي ما الميديال وول اوف ذا ميدل اير كافيتي الانر اير الكوكلي عامله بلج سميناه برومونتري، الدالماستويد انترم اللاترال سيمي سيركولار كانال عامله بلج اهي، يعني الكوكلي عامله بلج في الميدل اير كافيتي وميديال وول اوف ذا ميدل اير كافيتي، واللاترال سيمي سيركولار كانال عامله بلج في الميديال وول اوف ذا انترم اللي هو الجزء اللي قدامك ده. الكونتنتس بقى بتاع الميدل اير كافيتي، الميدل اير كافيتي دي بتحتوي على ايه؟ هو ده فراغ الميدل اير اهو، تمام؟ بتحتوي على ايه؟ في اوستيكيان توب هنا بتطلع هواء، يبقى اول حاجه فيها هواء، الهواء ده جاي منين؟ من الاوستيكيان توب. ما هو لو ما فيش فيها هواء تبقى مشكله، يبقى البريشر جوه الميدل اير نيجاتيف زي ما هنقول بعد كده، الطبله ما يتحركش براحتها، تمام؟ يبقى هواء. فيها ثلاث عظيمات، 3 بونز او 3 اوسيكلز، الميليس اللي انا كتبت عليها نمره واحد، الانكس نمره اثنين، الستيبس نمره ثلاثه، ثلاثه اوسيكل، ميليس وانكس وستيبس، المطرقه والسندان والركاب، الستيبس اللي هي ركاب، تمام؟ فيها عضلتين، امسح اللي انت عملته ده علشان تشاور، تعرف تشاور، فيها عضلتين، عضله جايه من قدام هنسميها التنسور تمباناي، وعضله جايه من ورا هنسميها الاستابيدياس. التنسور تمباناي جايه من قدام، تمام؟ وبالتالي سبلايد بالترايجمنال نيرف، مانديبولار ديفيجن اوف ترايجمنال زي ما قلت. بينما الاستابيدياس جايه من ورا، الاستابيدياس اللي هي دي اللي باينه في الصوره دي الصغيره دي. جايه من ورا، يعني جايه جنب الفيشيال نيرف، اه يبقى تاخد من الفيشيال نيرف. على فكره الفيشيال نيرف اللي هو البلج ده. بص الفيشيال نيرف داخل اهو هورزونتال وبعدين فيرتيكال في البسترول. معايا؟ طيب. يبقى فيها ثلاث عضمات ميليس وانكس وستيبس، فيها عضلتين تنسور تمباناي وتنسور وستابيدياس، فيها نيرفين تو نيرفز، نيرف اسمه الكوردا تمباناي. اه ايه ده؟ ده هو ده الكوردا تمباناي الاصفر ده ماشي جوه فراغ الميدل اير. اه الكوردا تمباناي طالع من الفيرتيكال بارت بتاع الفيشال نيرف، يخترق البسترول بتاع الميدل اير، يمشي جوه فراغ الميدل اير ما بين الميليس والانكس. بص الميليس اهي والانكس اهي، وهو ماشي بين الاثنين. امسح علشان يبان اهو الاصفر ده، ده اللي انا بعلم عليه بالاحمر ده، هو الكوردا تمباناي. وعلى فكره العضله دي التنسور تمباناي، تمام؟ طيب والعضله دي الاستابيدياس. طيب بص بقى، يبقى اول نيرف الكوردا تمباناي انا بسميه نيرف السبانخ، كلام بيننا وبين بعض ليه؟ سبحانك يا رب، الكوردا تمباناي ده اللي بيغذي الانتور تو ثيرد اوف ذا تانج بالتيست سنسيشن، تمام؟ البسترو 1 ثيرد اوف ذا تانج واخد من الجروس فارنجيا النيرف التاسع، فالكوردا تمباناي ده جاي من الفيشيال ماشي مع اللينجوال بتاع الترايجمنال علشان يروح للانتيرو تو ثيرد اوف ذا تانج يغذيه بالتيست سنسيشن سبيشال سنس، تمام؟ فلو انقطع يحصل لوس اوف تيست على الانتيرو تو ثيرد اوف ذا تانج على ناحيته، على ناحيه واحده. ليه القصه معايا؟ فانا علشان كده بسميه نيرف السبانخ. ثالث يوم ليا في النيابه، سبحانك يا رب، النائب السينيور بتاعي، انا كنت لسه ابيض يا ورد مش فاهم حاجه في الاي ان تي، وده كان ثالث يوم ليا في النيابه. فانا بتابع معاه الحالات بعد العمليات بيوم في البوست اوبرتيف داي، فقاعدين في اوضه النواب، وبعدين العيان دخل رابط ودنه، كان عامل العمليه قبلها بيوم، ودخل على النائب السينيور بتاعي، وكان لسه فعلا بقالي ثلاث ايام في النيابه، لسه معلوماتي معلومات دكتور امتياز، ما بفهمش حاجه. ابيض يا ورد. فالمهم لقيت النائب السينيور بتاعه كان عصبي قوي، لما العيان دخل عليه بيقول له يا دكتور انا ما كنتش بستطعم كويس، فلقيت النائب السينيور بتاعي راح فازز من على الكرسي وقال له انت اكلت سبانخ؟ العيان رجع لورا كده وقال له اه، قال له انا قلت لك تاكل سبانخ؟ قال له لا، قال له خلاص حاسه الشم بتاعتك ضاعت من السبانخ. انا استغربت قوي. فبعد ما العيان مشي سالت النائب اللي هو السينيور بقول له ايه حكايه السبانخ؟ قال لي ايه ده انت ما بتفهمش حاجه؟ قلت له ايه؟ في ايه؟
قال لي الاستاذ بتاعك وهو بيعمل عمليه امبارح قطع الكورده تمباناي، هل ينفع اقول للعيان ان الاستاذ بتاعي قطع كورده تمباناي؟ قلت له لا طبعا، بس عرفت منين ان كان سبانخ؟ قال لي انا شايف مراته امبارح بعد العمليات جايبه له حاله سبانخ وشميت الريحه، فلما هو دخل لي قلت له انت كلت سبانخ، هي دي اتحججت بيها. فهمت اللعبه؟ فعلشان كده انا بسميها عصب السبانخ. طب لو ما جبتلوش سبانخ مثلا كنت هتقول له ايه؟ كنت هقول له انت شربت ميه بعد العمليه؟ ما هو حجه بقى وخلاص. ما هو المهم ما تقولوش ان الاستاذ بتاعك قطع العصب، والا تبقى مصيبه وما تتعينش. طيب يبقى اول نيرف اللي هو الكورده تمباناي اللي انا بعلم عليه ده. تاني نيرف ده اللي على البرومونتري اللي عامل زي الشجره اربرايزنج على البرومونتري تحت الميكوزا اللي هو جاكوبسونز نيرف او تمبانيك ميلكسس اوف ذا جلوسو فرنجيال نيرف بتاع السنسيشن بتاع الميكوزا اوف ذا ميدل اير. علشان كده لو حد عنده حاجه في الفارنكس انفلاميشن تيومر لا قدر الله او حاجه يسمع ريفيرد بين في الاير، تمام، عن طريق جاكوبسونز نيرف. يبقى اذا الحاجات اللي موجوده جوه الميدل اير كافيتي كونتنتس هواء طالع من الاستيكان تيوب، ثلاث عضمات ميليس وانكس وستيبس، عضلتين تنسر تمباناي وستابيديس، الاولانيه سبلايد بترايجيمنال والثانيه سبلايد بالفيشيال، نيرفين اللي هو كورده تمباناي عصب السبانخ والتمبانيك بليكسس. نيجي بقى للاستيكيان تيوب. الاستيكيان تيوب اذا كانت الاكسترا يوريتري كانال طولها 1 انش اللي هو 2.4 سنتي اللي هو 24 مللي، تمام، دي طولها 1.5 انش 36 مللي اللي هو 1.5 بوصه، تمام، او 3.6 سنتي. دي الاستيكيان تيوب زي الكفر بتاع الكتاب، الصوره اللي جايه كرونال كفر بتاع كتابنا، فالاستيكيان تيوب يمين والاستيكيان تيوب شمال هتلاقيهم نازلين كده، تمام. الاستيكيان تيوب دي انت شايفها فاتحه ورا النوز اهي، خلي بالك مش في النوز ده، ورا النوز، ورا النوز ب1 سنتي. بتكونكت الميدل اير كافيتي بالاستيكيان تيوب، الميدل اير كافيتي بالنيزوفارينكس، اسف، بالنيزوفارينكس، تمام. دايركتد داون ووردز فوروردز ميديالي، داون ووردز فوروردز ميديالي، يعني هي جايه من فوق ورا على تحت وقدام وميديال. مكونه من التلت اللي فوق عظم والتلتين اللي تحت كارتليج، التلت اللي فوق ده تبع التمبرال بون عظم، بينما التلتين اللي تحت ده كارتليج اسبار. بس خلي بالك كارتليج سي شيبد انكمبليت رينج، عامل زي الكارتليج بتاع التراكيه انكمبليت رينج علشان الديستنشن بتاع الاسوفجس وانت بتاكل، تمام، سي شيبد. نفس الكلام الكارتليج بتاع الاستيكيان تيوب سي شيبد، ليه؟ علشان هي كولابسد، تفتح وتقفل لما تتاوب وتبلع ريقك فتدخل هواء للميدل اير كافيتي، تمام. اللور اوبننج بتاع الاستيكيان توب اللي هي هنا دي تبعد 1 سنتي عن البسترو اند اوف ذا انفيرو تيربنت، الانفيرو تيربنت دي اللي هي الكونكا بتاع النوز، تمام. بص دي الكونكا بتاع النوز دي، لو حسبت المسافه بين الاورفيس او الاوبننج بتاع الاستيكيان توب اللور اوبننج والبسترو اند بتاع الانفيرو تيربنت هتلاقي الحته دي 1 سنتيمتر. نورمالي السي شيبد دي كلوزد، تفتح وتقفل مع اليونينج والسوالونج وانت بتتوب او بتبلع، تمام، فتقوم تدخل هواء. طب بتفتح وانت بتتوب او بتبلع بايه؟ بالاكشن بتاع البلاتال ماسل اللي فيه تروبلاتاي والتنسور بلاتاي لانهم اتاتش للاستيكان تيوب، فتخلي الاستيكان تيوب تفتح وتقفل فتطلع هواء فيتعادل الضغط على جانبي الطبله. اهو بص ده الاكشن بتاع الاستيكان تيوب، بوب بوب الهواء بيطلع لما بتبلع ريقك. علشان كده في الطياره والطياره قبل ما الطياره تنزل يقول لك امضغ لبان علشان المضغ اللبان هيخليك تسوالو، فالسوالونج هيفتح ويقفل الاستيكيان تيوب. ايه ده؟ يعني الطفل اللي بيتولد بكليفت بلت البلاتال ماسل بتاعته ديفيشنت مش شغاله كويس، الاستيكيان تيوب بتاعته بتبقى قافله على طول؟ اه تصدق. وعلشان كده الاطفال اللي عندهم كليفت بلت الاستيكيان تيوب بتاعتهم قافله، فبتولد بمرض اسمه سكريتوروتايتس ميديا هناخده بعد كده، يعني السكريشن ماليه الميدل اير. ليه؟ لان الاستيكيان توب بتاعته قافله. طيب تعال نشوف الميدل اير فنتيليشن اللي انت شرحته لي دلوقتي ده. لو انا رسمت لك الاوريكل اهي، اكسترا ايريتري كانال اهي، الدرام، ودي الاستيكيان تيوب وزيهم الناحيه الثانيه، دي انكمبليت سي شيب كده. اولا الاستيكيان توب وظيفتها ايه؟ تطلع هواء فنتليشن، الهواء ده يتشفط عن طريق الكابيلاريز يطلع غيره، يتشفط يطلع غيره وهكذا.
داخل هواء من هنا وداخل هواء من الاكسترا كانال، يقوم يتعادل الضغط على جانبي الطبله. طب نفترض بقى الاوستيكان توب دي مقفوله، الاوستيكان توب دي اتقفلت، الهواء اللي هنا اتشفط للدم ما طلعش غيره، وفي هنا بريشر بوستل في هواء عادي. فاذا الهواء اللي اتشفط للدم جوه الميدل اير كافيتي شفط للطبله على جوه، بس ما تقولش كلمه شفط لي دي، اللي هو حصل ريتراكشن للتمبريك ممبرين، اتشدت بالنيجاتيف بريشر فما عادتش يتهز مع الصوت كويس. وعلى فكره دي بتحصل لنا واحنا عندنا نزله برد، تلاقي وانت عندك نزله برد في طنه في ودانك، سمعك تقل وتلاقي في طقطقه وانت بتبلع ريقك، لان الاوستيكان توب مقفوله وما عادش فيها هواء جوه الميدل اير، الاوستيكان توب مقفوله فما بتطلعش هواء، فالدرام يحصل لها ريتراكشن فما تتحركش مع الصوت كويس. معايا؟ الاطفال اللي بيتولدوا بقى بكليفت بالك الاوستيكان توب بتاعتهم مقفوله، وبالتالي يتجمع سكريشن هنا نتيجه للنيجاتيف بريشر، بيحصل ترانسوديشن، زائد ان الميدل اير ميوكوزا اللي بتعمل لايننج الميدل اير كافيتي بتسكريت ميوكس، الميوكس ده المفروض ينزل من البلاعه اللي هي الاوستيكان توب، اتحشر يبقى كون لي سكريت روتايتس ميديا. ده الاطفال اللي بتولدوا بكليفت بالك. ده الصوره دي بتبين لك الفرق بين الاوستيكيان تيوب في الادلت اللي هي نمره واحد وفي تشايلد اللي هو نمره اثنين. تمام؟ الاوستيكيان تيوب في الاطفال بتبقى شورت لان وشه شورت. تمام؟ بتبقى وايد، بتبقى هورزونتال. لما الطفل يكبر وشه بيطول وبالتالي الاوستيكيان تيوب تتشد لتحت تبقى مور اوبليك وتتشد فتطول، والوسع بتاعها لما يتشد تضيق. معايا؟ وعلشان كده ده الفرق بين الادلت والتشايلد. في التشايلد شورتر وايدر هورزنتال، مع السن البرانيزال ساينس تتكون فالوش يطول كرينيو فيشال ريشيو، فالاوستيكان توب تقعد تتشد لتحت تشد تشد، بعد ما كانت كده بقت كده. تمام؟ وطولت. فاذا مين اللي يجي له acute otitis media بنسبة أعلى؟ التشايلد ولا الأدلت؟ أولاً دي النوز هنا. تمام؟ النوز دي أس الفساد، نزلات برد كتير وبتاع الشكمان بتاعك، ففيها انفكشنات كتير، وبالتالي الأكيوت otitis media غالباً سببها نزلة برد. تمام؟ نزلة البرد دي الانفكشن ده طلع للميدل إير إزاي؟ عن طريق الأوستيكان توب. طب مين اللي الأوستيكان توب بتاعته أسهل إن يطلع فيها الانفكشن؟ التشايلد. ليه؟ لأنها شورتر وايدر اند مور هورزنتال انفكشن هنا، فيروح طالع هنا بسهوله. اما الادلت لا، ده اوبليك ونار واب وطويله. تمام؟ وبالتالي علشان كده الاكيوت اوتيتس ميديا مور كومن ان تشيلدرن، لان الاوستيكان توب بتاعته شورتر وايدر اند مور هورزنتال. الماستويد ارسلز بقى، عظمه الماستويد او نتوء الحلم اللي ورا الودن دي، ده عباره عن عظمه مفرغه من الداخل فراغات هواء بنسميها ماستويد ارسلز. الماستويد اير سيلز دي لايند بميوكوزا، هي الميوكوزا بتاع الميدل اير كافيتي، هي الميوكوزا بتاع الاوستيكان توب. وعلى فكره الفراغات دي كونتينوس وذ اتش اذر، يعني هي شانلز، بس انا لما خدت ترانسفير سيكشن بانت فراغات بالظبط زي السربنتينا بتاع التكييف او بتاع الثلاجه، ظهر الثلاجه بتلاقي مواسير ماشي فيها غاز الفريون، لو خدت ترانسفير سيكشن وبصيت من فوق هتلاقيها باينه زي الخروم، فراغات زي الريديتير بتاع العربيه، مواسير ماشي فيها ميه علشان تبرد الموتور، لو انا خدت ترانسفير سيكشن من فوق وبصيت هلاقيها فراغات، وعلشان كده هي باينه في الصوره هنا عباره عن فراغات، دي فراغات. تمام؟ طيب الماستويد اير كافيتيز دي اكبر كافيتي فيهم اسمه الانترام، اللي هي الحته دي الماستويد انترام، اللي هو بيكومينيكيت مع الاتك عن طريق اديتاس اد انترام، الجزء ده اسمه اديتاس اد انترام. الانترام ده الميديال وول بتاعته بارز فيه اللاترال سيمي سيركولار كانال، عامله بلج زي البرومونتري ما عامله بلج في الميديال وول اوف ذا ميدل اير كافيتي، هنا اللاترال سيمي سيركولار كانال عامله بلج في الميديال وول اوف ذا انترام. كذلك احيانا في فيتشر تاني في الميديال وول اوف ذا انترام، السكند جنوب بتاع الفيشال نيرف، على فكره ده اللابرانثاين سيجمنت بتاع الفيشال نيرف، يتني نفسه اول ثانيه 60 درجه، ده الفيرست جنوب، وبعدين يمشي هورزنتال ثم يتني نفسه تاني تانية ويمشي فيرتيكال تاني تانية، دي اسمها السكند جينوم، فعاملة بلج في الميديال وول اوف ذا انترام. يعني لو انت رسمت لي الانترام كده لاترال سيمي سيركولار كانال عاملة بلج هنا وقدامها السكند جينوم بتاع الفيشال نيرف، سبحانك يا رب، وكأن اللاترال كانال محضنة على السكند جينوم حمياه. معايا؟
عاملين بلج في الميديال وول اوف ذا انترم، يبقى اكبر خليه هوائيه اللي هو الانترم. بعد كده التيب ارسال في سوبرفيشال وديب تيب ارسال، التيب ارسال وخلاص. وبعدين بري انترال حوالين الانترم هنا اهو، بري انترال ارسال تمام. في كمان بري ساينس، ده السيجمويد ساينس يا جماعه اللي انا هرسمه، اللي انا هعلم عليه ده، ده السيجمويد ساينس ده اهو، حواليه ارسال اسمها بري ساينس ارسال، هنتكلم عليها ليتر اون تمام. بري ساينس ارسال هنا دي الديورا بتاع المخ، لان فوق الميدل اير ده المخ تمام. وهنا ده السيجمويد ساينس اللي حواليه البري ساينس ارسال، عند الجنكشن ما بين الديورا فوق والسيجمويد ساينس ورا، هنا دي انجل ما بين الساينس والديورا اسمها ساينو ديورال انجل، ففي ساينو ديورال ارسال. ده الفيشيال نيرف اهو، ورا الفيشيال ريتروفيشيال ارسال تمام. في الزيجوماتيك ارسال هنا اهو عند الروت اوف زيجوما قدام، وسام تايمز في الفيتراس ايبكس ارسال مش موجوده هنا في الرسمه في 30% من البشر تمام. يبقى اكبر خليه هوائيه الانترم، وفي شويه حواليها البري انترال حوالين السيجمويد ساينس بري ساينس، ورا الفيشيال ريتروفيشيال ما بين الساينس والديورا يبقى ساينو ديورال، عند الزيجوماتيك روت يبقى زيجوماتيك ارسال، عند التيب اوف ماستويد تيب ارسال، وسام تايمز في الفيتراس ايبكس. طيب يا ترى كل الماستويد بون بتاعتنا فيها كل الارسيلز دي؟ لا مش كلها، الغالبيه العظمى فيها. الطفل وهو صغير اول ما بتولد بتولد ببون مارو جوه الفلات بون بتاعته، يعني الماستويد بون بتاعته دي بيبقى جواها بون مارو كتير قوي فاسكولار. ليه؟ البون مارو ده علشان الطفل وهو صغير الجروث ريت بتاعه سريع فمحتاج ار بي سيز كتير، فتلاقي الماستويد بون بتاعته مليانه بون مارو فبنسميه ديبلويد ماستويد. لما يكبر البون مارو ده يبقى ريبليسد بهواء، يبقى اسمه نيوماتيك ماستويد او سيلولار ماستويد، يبقى في الارسيل اللي انت قلتها لي دي اللي هي سيلولار ماستويد 85% من البشر. 15% ما يبقاش فيها ارسيل، تبقى بون كله بون زي ما هو ما عدا الماستويد انترم، الماستويد انترم ده فيكسد فينا كلنا، يبقى 15% اسيلولار او سكليروتيك معايا. يبقى اذا نسبه الماستويد بروسيس السيلولاريتي 85% من البشر عندهم سيلولار ماستويد، 15% اسيلولار ما عندهمش غير الانترم بس، والاطفال كلهم ديبلويك ماستويد اللي هو فيه بون مارو. الصوره دي جميله قوي، تامل فيها كده شويه. على فكره دي كده الانترنال كاروتيد ارتري، دي كده التنسور تمباناي فوق الاستيكان تيوب، دي كده الاستيكان تيوب، ده الميديال وول اوف ذا ميدل اير اهو البرمونتري، وده جاكوبسون زونير، ده الاوفال ويندو اباف اند بيهايند، ده الراوند ويندو بلو اند بيهايند، هنا الساينس تمباناي تمام. هنا ده كده اللابرانثاين سيجمنت يتني نفسه او الركبه فيرست جينو، يمشي هوريزونتال في الميديال وول اوف ذا ميدل اير، ينزل فيرتيكال ده الفيرتيكال سيجمنت، وده السكند جينو. هنا اللاترال سيمي سيركلر كانال عامله بنش في المصويد انترم، وهنا ده الاديتاس. لو انا مسحت ورسمت لك الاديتاس اد انترم، ده الاديتاس اد انترم وده كله الانترم تمام، وده بقيه المصويد ارسال، وده السيجمويد ساينس تمام كده. طيب الانر اير بقى كده خلصنا الميدل اير كليفت بالثلاث اجزاء بتوعه، اللي هو الميدل اير كافيتي بروبر، التمباري كافيتي او التمبانم، والاستيكيا توب من قدام، والمصويد ارسلز من ورا. الانر اير بقى، الانر اير اللي هي اسمها لابيرانث، ليه سموها لابيرانث؟ لانها تيه او متاهه لو دخلتها التوب، يعني فيها كوكليا 2.5 دايره، وفيها فيستيبيول، وفيها 3 سيمي سيركولار كنال، فلو دخلتها جوه بالتوب وبالتالي سموها تيه او متاهه لابيرانث. هو بوني لابيرانث اللي هو الجزء ده لو كسرته الاقي جوال ممبرينس لابيرانث اللي هو الجزء ده، سبحان الله عامله زي الجندوفلي بتاع البحر او البكلاويز، سيان انت من ناحيه اسكندريه او من ناحيه بورسعيد، اسكندريه بيسموه جندوفلي، بورسعيد بيسموه بكلاويز اللي انت بتاكله بلح البحر ده. فالبوني لابيرانث ده مكون من ثلاث اجزاء، يعني هو زي الجندوفلي بالظبط، لما تفتح الجندوفلي او البكلاويزه كده تلاقي لما تفتح الهارد شيل بتاعها من بره اللي هو البوني لابيرانث، تلاقي جواها جسم رخو اللي هو بيتاكل اللي هو الممبرينس لابيرانث. البوني لابيرانث ده مكون من ثلاث اجزاء. بص بقى، الجزء ده اسمه الكوكليا 2.5 دايره اللي هو طالع منه كوكليار نيرف اهو، والجزء ده اسمه فيستيبيول، والجزء ده اسمه السيمي سيركلر كانال. يبقى هو ثلاث اجزاء البوني لابيرانث تمام.
البوني لابرانس ده في فلويد اسمه بريليمف اللي عايم جواه الممبرينس لابرانس. طيب نيجي بعد كده للممبرينس لابرانس، هكسر البوني لابرانس ده الاقي البريليمف وقع وامسك الممبرينس لابرانس بايدي. تمام، الممبرينس لابرانس ده بقى اللي هو الجزء اللي جوه الكوكليا هنسميه كوكليار داكت، يعني كان فيه هنا كوكليا اللي انت شايفه قدامك ده كوكليار داكت بيلف 2.5 دايره، وبعدين جزء الفيستيبيول فيه غرفتين هنسمي واحده الساكيول واحده اليوتريكل. ساكيول تصغير ساك، يوتريكل تصغير يوترس. طب ليه تصغير يوترس؟ لانه ولد سيمي سيركولار داكتس وراه ثلاثه فسموه يوترس، بيدلعوه بيسموه يوتريكل. سيبيريور سيمي سيركولار داكت كان هنا اسمها سيبيريور سيمي سيركولار كانال، بوستيريور سيمي سيركولار داكت بوستيريور او انفيريور كان هنا اسمها كانال، بوستيريور سيمي سيركولار كانال هنا الممبرينس لابرانس اسمها داكت، وبعدين لاترال سيمي سيركولار كانال او هورزنتال داكت في الممبرينس اسمها داكت في البوني اسمها كانال معايا، وفي حاجه صغيره كده طالعه منهم اسمها اندولمفاتيك داكت اند ساك ما كانتش باينه في البوني لابرانس، ده جزء من الممبرينس لابرانس بس. تمام، الممبرينس لابرانس ده بيحتوي على فلويد اسمه اندوليمف والبوني لابرانس بريليمف. يعني سبحان الله نرسم كده، بص بقى هنا الكوكليا جواها كوكليار داكت، هنا الفيستيبيول جواها الساكيول واليوتريكل، هنا السيمي سيركولار كانال جواها السيمي سيركولار داكتس، هنا بريليمف، والموف اللي انت شايفه ده اندوليمف اللي هو ده. تمام، طيب الفيستيبيول فيه اتنين اوبننج، واحد اسمه الاوفال ويندو فاكر اباف اند بيهايند البرمونتري، ده البرمونتري ده الاوفال ويندو مقفول بالفوت بليت اوف ذا ستيبس، وده الراوند ويندو بلو اند بيهايند البرمونتري مقفول بالسكندري تمبانيك ممبرين. بص بقى البوني لابرانس اللي انت شايفه قدامك ده في الصوره هو البوني لابرانس، بيتكون من الكوكليا اللي هو الجزء ده 2.5 دايره، وبعدين الفيستيبيول اللي هو فيه الساكيول واليوتريكل من جوه، وبعدين الثلاثه سيمي سيركلر كانال، سيبيريور كانال بوستيريور كانال لاترال او هورزونتال كانال. تمام، بنقول لو انا كسرته الاقي جواه الممبرينس لابرانس بعد ما البريليمف يقع زي ما انا قلت. الجزء اللي انا ظللته بالاحمر ده ده هو الفيستيبيول، ده اللي هو الميدل بارت اوف ذا لابرانس، الميدل بارت اوف ذا انر اير، ده السنترال بارت يعني. تمام، سنترال بارت اوف ذا انر اير او لابرانس، من قدامه الكوكليا، من وراه السيمي سيركلر كانالز. تمام، خلي بالك من حاجه، هو جواه غرفه صغيره اسمها ساكيول، ساك صغيره، وبعدين يوتريكل من ورا يفتح في الثلاثه السيمي سيركولار كانالز. خلي بالك برضو المنطق بيقول الثلاثه السيمي سيركولار كانال دي اللي هي تلتين دايره، المفروض كل كانال تفتح باثنين اوبننج، لا السيبيريور كانال عملت جويننج مع البستيرو كانال في قناه واحده اسمها كومان كانال او كومان كراس. تمام، وبالتالي الثلاثه سيمي سيركولار كانالز فتحوا 5 اوبننج بس من ورا في الفيستيبيول معايا. الفيستيبيول ده في شباكين، واحد اسمه اوفال ويندو اهو، واحد اسمه الراوند ويندو، اللي فوق اللي هو الاوفال ويندو مقفول بالفوت بليت اوف ذا ستيبس، واللي تحت الراوند ويندو مقفول بسكندري تمبانيك ممبرين. الثلاثه سيمي سيركولار كانالز اللي هو الجزء الخلفي بتاع اللابرانث ورا خالص فاتحين زي ما قلت لك ب 5 اوبننج، كل كانال لها دايليتد اند اسمها امبولا اللي هيبقى فيها كريستا امبولاريس بعد كده، كل كانال فيها دايليتد اند. تمام، السيمي سيركولار كانالز دي جواها السيمي سيركولار داكتس، وسبحانك يا رب الساكيول واليوتريكل اللي جوه الفيستيبيول حاجه لينير وان شيت كده، دول علشان يمنتين الاكوليبريم وانا ماشي عدل في لينير اكسلريشن، بينما السيمي سيركولار كانال لافين تلتين دايره علشان يمنتين الايكوليبريم وانا بلف في الانجولار اكسلريشن، فسبحان الله. والثلاثه سيمي سيركولار كانال ات رايت انجل تو اتش اذر علشان يمنتين الايكوليبريم ان ديفرنت بوزيشنز. الكوكليا بقى اللي هي بتاع الهيرنج،
الكوكليا 2.5 دايره عامله زي قوقعه البحر بالظبط، نفس الشكل بتاع قوقعه البحر، بتفتح من ورا في الفيستيبيول. البيزل تيرن بتاعتها او الفيرست تيرن هي اللي عملت البرومونتري اللي في الميديال وول اوف ذا ميدل اير. الايبكس بتاع الكوكليا بتبقى دايركتد انترولاترال، الايبكس اللي هي في الاخر دي بتبقى دايركتد انترولاترال معايا، والبيز بتبقى دايركتد بوستروميديال، يعني هي مش ما تنفعش تترسم الا 3 دي معايا. طيب بنقول الكوكليا بتفتح من ورا في الفيستيبيول معايا، والكوكليا دي جواها الكوكليار داكت اللي هو الممبرينس لابيرانس اللي هو برضو 2.5 دايره اللي هيلف جواه الاورجن اوف كورتي اللي انت بتسمع بيه زي الريتنا اللي انت بتشوف بيها. تمام، الاورجن اوف كورتي ده لافف 2.5 دايره، طوله حوالي 35 مللي، ما ينفعش اقول ان ادلت وان تشيلدرن، هو ديفلوبد من قبل ما تتولد معايا. نيجي لترانسفير سيكشن في الكوكليا. لو انا خدت ترانسفير سيكشن في الكوكليا، يعني جبت الكوكليا كده ورحت قاطعها وببص عليها، ده البوني كوكليا اهي من بره خالص اهي، دي البوني كوكليا اللي هو لفه 2.5 دايره، وده الممبرينس لابيرانس اللي جواها شكله عامل كده، هو ده الممبرينس لابيرانس، يبقى ده البوني لابيرانس من بره خالص وجواها ياه هو الممبرينس لابيرانس طلع تريانجولار سيكشن جوه الكوكليا، كوكليار داكت، تريانجولار سيكشن مش سيركل زي ما انت كنت متخيل. قسمت الكوكليا الى ثلاث اجزاء، الترانسفير سيكشن ده، استنى، الترانسفير سيكشن ده قسمه الى ثلاث اجزاء. بص هنا اسمه ريسنر ممبرين وهنا اسمه بازلر ممبرين. الجزء العلوي ده اسمه سكالا فيستيبيولاي اللي هي بتفتح من بره خالص على الاوفال ويندو، مقفوله بالفوت بليت اوف ذا ستيبس، سكالا فيستيبيولاي وفيها البريليمف. والجزء السفلي اللي تحت البازلر ممبرين ده اسمه سكالا تيمباناي، والاصفر اللي جواها ده برضه بريليمف ومقفوله من بره خالص بالراوند ويندو السكندري تمبريك ممبرين. معايا؟ سبحانك يا رب. السكالا فيستيبيولاي اللي هي نمره واحد والسكالا تمبراي اللي هي نمره اثنين بيكونتينيو ويز اتش اذر عند الايبكس اوف ذا كوكليا اللي انت سميته في الهيستولوجي زمان الهيليكوتريما. يعني السكالا فيستيبيولاي والسكالا تمبراي بيكونتينيو في الاخر عند الايبكس اوف ذا كوكليا اللي احنا سميناها الهيليكوتريما. تمام؟ واللي في النص دي السكالا ميديا اللي هو الممبرينس لابيرانس السكالا ميديا. تمام؟ الازرق اللي انت شايفه ده اللي انا عملت عليه علامه استفهام ده الاندوليمف، والاصفر اللي فوق وتحت ده البريليمف، والهرسل والحاجات دي ده اللي هو الاورجان اوف كورتي نايم على البازلر ممبرين. نيجي بعد كده الى الممبرينس لابيرانس، بنقول سيتويتد جوه البوني لابيرانس، بيحتوي على اندوليمف وسراوندد بالبريليمف زي ما رسمتها لك قبل كده. ده الكوكليا جوه الكوكليار داكت اللي انت شايفها دي، ده الفيستيبيول ودي الساكيول ودي اليوتريكل، وبعدين السيمي سيركلر كانال جواها السيمي سيركلر داكتس، واللي طالع ده الاندوليمفاتيك داكت اند ساك. تمام، الكوكليار داكت جوه الكوكليا، اليوتريكل والساكيول جوه الفيستيبيول، السيمي سيركلر داكتس جوه السيمي سيركلر كانال، والاندوليمفاتيك داكت اند ساك ده ماشيين في بوني كانال. يعني الاندوليمفاتيك داكت اند ساك ده ماشيين في بوني كانال اسمه فيستيبولار اكويدكت، فيستيبولار اكويدكت، علشان الساك دي الاندوليمفاتيك ساك دي تروح بعد كده لغايه الليفل اوف ذا ديورا، يعني هنا الديورا، وبعدين الاندوليمف بيفرز من هنا من حاجه اسمها سترايا فاسكولاريس، وبعدين يلف دايرته جوه الممبرينس لابيرانس، وبعدين يروح على الاندوليمفاتيك داكت اند ساك يبقى ابزوربد على السي اس اف. يعني هو يفرز من السترايا فاسكولاريس من هنا ويبقى دريند هنا عند الديورا عن طريق الاندوليمفاتيك ساك. على فكره لو الفورميشن زاد بتاع الاندوليمف او الدرينج اتقفل، الاندوليمف يزيد، البريشر يزيد، يبقى مرض اسمه منير ديزيز. الصوره دي جميله قوي 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 قوي، بتبين لك البوني لابيرانس وجواه الممبرينس لابيرانس. بص بقى، ده كوكليار داكت وجواه المزرق ده او الموف، ده كوكليا اسف وجواه المزرق ده الكوكليار داكت، والبون ده الفيستيبيول وجواه الساكيولو اليوتريكل، دي الساكيول واحد ودي اليوتريكل اثنين، وبعدين السيمي سيركولار كانال وجواها السيمي سيركولار داكتس وفيها دايليتد اند اللي هي الامبولا، دايليتد اند اهي، دايليتد اند اهي،
دايليتد ان دهري معايا خلاص. السنسوري النيورو اوبيثيليوم اللي بتسمع بيه، النيورو اوبيثيليوم اللي بتسمع بيه جوه كوكليار داكت اسمه الاورجان اوف كورتي، ماشي هنا الاورجان اوف كورتي اللي هو ديفلوبد من قبل ما تتولد، علشان كده ربنا قال ايه؟ ان السمع والبصر والاتزان. معظم الايات السمع قبل كل الحواس، ليه؟ لانه ديفلوبد ايرلي قبل كل الحواس، لدرجه ان بيقولوا البيبي في بطن امه بيبقى سامع الكلام تمام. وبعدين النيورو اوبيثيليوم بتاع الساكيول واليوتركل اسمه الماكيولا، اللي هو مسؤول عن الايكوليبريم وانا ماشي عدل في اللينير اكسلريشن. وجوه الامبوله بتاع السيميسيركولار داكتس الكريستا امبولاريس اللي هي مسؤوله عن الايكوليبريم في الانجولار اكسلريشن، وعلشان كده قلت لك السيميسيركولار كان لافين فمسؤولين على الايكوليبريم وانا بلف. الاورجان اوف كورتي بقى، لما نتكلم على الاناتومي بتاع الاورجان اوف كورتي، بص بقى هو موجود جوه الكوكليار داكت، الحته دي هي الكوكليار داكت دي ترانجلر ان كروس سكشن تمام. لو انا رسمت رسمه زي دي كده اهي، ده ترانسفير سكشن في الكوكليا، هنا الريسنر ممبرين، هنا البازلر ممبرين معايا، على فكره الاسترافاسكولاريس هنا اللي هي الحته دي، دي اللي بتفرز الاندوليمف، في هنا نايم على البازلر ممبرين ده الهيرسيل تمام، وبعدين في فوقها التكتوريال ممبرين اهو، وبعدين الكوكليار نيرف اندنج تمام. والبي حرف البي ده اللي هو انا اسف الاي اللي هو الاندوليمف، الاندوليمف وهنا بيريليمف وبيريليمف، ده السكالا فيستيبولاي ودي السكالا تيمباناي تمام كده. يبقى اذا نقول تاني، الاورجان اوف كورتي اللي هو قاعد على البازلر ممبرين جوه الكوكليار داكت اللي هو الجزء ده تمام، ده البازلر ممبرين، الهيرسيل انر واوتر هيرسيل وسبورتنج هيرسيل كمان، وبعدين طالع منها الستيريوسيليا، يعني الهيرسيل اهي طالع منها شعيرات خفيفه قوي اسمها ستيريوسيليا، تاتشنج التكتوريال ممبرين علشان لما تعمل فريكشن فيها تولد نيرف امبلس، ما هو البازلر ممبرين بيتحرك مع الصوت وبالتالي يخلي الهيرسيل تتحرك فتعمل فريكشن مع التكتوريال ممبرين فتولد نيرف امبلس معايا. ده التكتوريال ممبرين اهو وده الكوكليار نيرف اندنج معايا. شوف شوف حكمه ربنا يا اخي، سبحانك يا رب. شوف الاوفال ويندو يدخل لجوه فالراوند ويندو يطلع لبره، على فكره البريليمف بتاع هنا بيكونتينيو مع البريليمف بتاع هنا، اللي فوق ده سكالا فيستيبولاي واللي تحت ده سكالا تمبراي واللي في النص دي سكالا ميديا اللي هو اللي جواها الاورجان في كورتي تمام. فالاوفال ويندو لما يدخل لجوه الراوند ويندو يطلع لبره، وبالتالي البازلر ممبرين يتهز اللي هو ده اللي كنت بتسموه ترافلنج ويف ثيوري في الفسيولوجي في السبيشال سنس معايا، تقوم الهرسل تحك في اللي هو الاستيريوسيليا تحك في التكتوريال ممبرين، شوف اهي الفريكشن ده يولد نيرف امبلس، يعني الهرسل اهي الاستيريوسيليا طالعه اهي والتكتوريال ممبرين اهو، لما يحكوا في بعض الفريكشن ده يولد نيرف امبلس بوتنشياليتي، يقوم يروح للسنترال كونكشن اوف هيرنج في المخ يقوم يترجم الى صوت معايا. دي الكوكليا، الكوكليا بتلف 2.5 دايره، بتلف حوالين الموديولاس، الاكسس ده اسمه موديولاس تمام. الاكسس ده جواه الجانجليون بتاع الهيرنج بتاع كوكليار نيرف ولافف، فسموه سبايرال جانجليون، سبايرال جانجليون بتاع كوكليار نيرف، بينما بتاع الفيستيبولار نيرف هنسميه فيستيبولار جانجليون بتاع الاكوليبريم، يبقى ده السبايرال جانجليون اهو، ما هو لافف كده يا جماعه، همسح ده اهو وارسمهولك اهو، لافف كده بص كده 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 2.5 دايره معايا اهو، لافف اهو 2.5 دايره تمام كده. طيب وده الكوكليار نيرف اندنج وده الفيستيبل السبايرال جانجليون بتاع الكوكليار نيرف. طيب تعالى نرسم الاورجان اوف كورتي اللي انا قلته قبل كده، علشان الاورجان اوف كورتي ده حاجه مهمه اهو. بص ده كده ترانسفير سكشن في الكوكليا، ده كده البازلر ممبرين، ده كده الريسنر ممبرين تمام، ده السكالا فيستيبولاي اللي هي فيها بريليمف ومقفوله من بره خالص بالاوفال ويندو، دي كده السكالا تمباناي اللي هي فيها بريليمف ومقفوله من بره خالص بالراوند ويندو، والسكالا فيستيبولاي دي بتكونتينيو مع السكالا تمباناي دي عند الابكس اوف ذا كوكليا، يعني انا لو رسمت كده
الكوكلي اهي 2.5 دايره، اعتبر دي 2.5 دايره، وده الممبرينوس لابيرنس جواها، دي السكالا فيستيبولاي ودي السكالا تمبناي، الاثنين بيكونتينيو عند الايبكس اوف ذا كوكليا الهيليكوتريما. هنا ده الهرسل نايم على البازلر ممبرين، وبقى الهرسل انر واوتر وسبورتنج، والستيريوسيليا بتاعتها طالعه كده شعيرات خفيفه، وبعدين التكتوريال ممبرين متوصل بالكوكلير نيرف اندنج، وهنا الاسترافاسكولاريس لاترالي اللي هي بتكون الاندوليم. طبعا الجزء ده كله مليان اندوليم. ماشي، انت بتسمع ازاي؟ السكالا فيستيبولاي تتزق لجوه، فالسكالا تمباناي تطلع لبره اللي هي السكندري تمبريك ممبرين، فالبازلر ممبرين يتهز يعمل كده، فالهرسل تروح مهزوزه، تروح الاستيريوسيليا حكه في التكتوريال ممبرين تولد نيرف امبلس يترجم في المخ الفوت. نيجي للنيورو ابيثيليوم بتاع الاكوليبريوم. بص بقى، انا ما يهمنيش كتير اشرح، برضه هو هير سيل ما يهمنيش كتير اشرح فيه، ولكن في الكريستا امبولاريس جوه الامبولا بتاع السيمي سيركلر كلاين اللي بتبقى ريسبونسبل عن مينتنس الاكوليبريوم في الانجولار اكسلريشن، بينما في السكيول واليوتريكل اللي هي الماكيولا، الماكيولا دي فيها كالسيوم كربونيت كريستالز اللي انت في الهيستولوجي زمان سميتها الاوتوكونيا او الاوتوليث اورجان، انا بسميها الزلط، يعني عباره عن حصى حصوات او دبرس. الزلط ده الكالسيوم كربونيت كريستال دي sometimes بتبقى ديتاتشد وتعوم في الاندوليمف فتعمل لك مشكله، هتاخدها هتاخد حاجه زيها في الرمض اسمها ماسكافوليتانس، لما تيجي تحرك عينيك كده تحس ان في ذبابه طايره قدام عينيك لان في حاجه عايمه في السائل بتاع العين. نفس الكلام لما الكالسيوم كربونيت كريستال دي الاوتوكونيا تبقى سيبريتد وتعوم في الاندوليمف، تيجي تنام على الودن اللي فيها الدبرس دي تلاقيه جالك بنسميها بيناين باروكسيسمال بوزيشنال فيرتايجو، لما يجي ينام على البوزيشن اللي فيه المشكله. الانيميشن ده جميل قوي. بص باين لك البازلر ممبرين والهيرسل والستيريوسيليا والتكتوريا، ده البازلر ممبرين لما بتحرك بيحرك الهيرسل دي الستيريوسيليا، فتحك في التكتوريا الممبرين اللي فوق ده فتولد نيرف امبلس يترجم الى صوت في المخ. يا على الروعه. بص بقى، ده البازلر ممبرين، ده الريسنر ممبرين، الاخضر اللون الاخضر اللي انت شايفه اللي في سكالا ميديا ده اندوليمف، والاصفر ده في سكالا فيستيبولاي والسكالا تمبراي ده البريليمف. البازلر ممبرين يتهز يقوم يهز الاستيريوسيليا تحك في التكتوريال ممبرين تتولد نيرف امبلس. على فكره ده السبايرال جانجليون بتاع الكوكلار نيرف معاه. تعال نكبر الحته دي اللي هو الهيرسل الاستيريوسيليا اللي بتحك في التكتوريال ممبرين اهو. بص بص الروعة، الهرسل عمالة تحك في التكتوريال ممبرين فريكشن فبتولد نيرف امبلس اهو، العصب بينور بوتنشياليتي بتترجم في المخ الى صوت. خلصنا كده الاناتومي، ناخد الفسيولوجي بسرعة، تقريبا احنا اتكلمنا عليه واحنا بنشرح الاناتومي. تمام، بص بقى، لو انا كملت الرسمه دي كده، دي كده الاكسترا كانال ودي كده الاوريكل. ليه ربنا خلق لك سوان ودن؟ بتجمع الصوت، بتكولكت الساوند، الساوند بيتجمع ويدخل جواها. تمام، وبتلوكالايز سورس اوف ذا ساوند، يعني لما ناديلك من ناحيه اليمين الصوت يقع على ودنك اليمين فتبص لي يمين، انا ناديلك من ناحيه الشمال الصوت يقع على ودنك الشمال فتبص لي شمال، يبقى بتلوكالايز سورس اوف ذا ساوند. طب ليه ربنا خلق اكسترا يوتر كانال بتكوندكت الساوند؟ الساوند اللي اتجمع من الاوريكل بيبقى بيمشي في الاكسترا كانال علشان يروح للتمباريك ممبرين، يبقى بتكوندكت الساوند من الميتس لغايه التمباريك ممبرين. الميدل اير بقى وظيفتها ايه؟ الوظيفه الاولى للميدل اير هي كوندكشن اوف ساوند من التمباريك ممبرين للانر اير. بص بص كده، دي الاوريكل، ده الاكسترا كانال، دي التمباريك ممبرين، دي كده الميدل اير، دي كده الانر اير. تمام، ففي هنا حاجه اسمها الاوسك الميليس والانكس والستيلس. تمام كده، الصوت يدخل من الاكسترا كانال يبقى كوندكتد على التمبريك ممبرين، التمبريك ممبرين يفايبريت مع الساوند ويفز. تمام، تهز الميليس والانكس والستيلس فالبريليمف والاندوليمف يتهز. اذا الوظيفه الاولى للميدل اير كافيتي ترانسميشن او كوندكشن اوف ساوند من التمبريك ممبرين للانر اير اللي هو عن طريق الاوسكولار تشين، عن طريق الاوسكلز. الوظيفه الثانيه
امبليفيكيشن او ماجنيفيكيشن اوف ساوند. سبحان الله، الصوت اللي انت سامعه مني ده متكبر 20 مره في الميدل اير. تخيل في الميدل اير كافيتي ازاي يعني متكبر 20 مره وانت سامعه متكبر 20 مره؟ لا انت سامعه عادي، ربنا كبره في الميدل اير كافيتي علشان ماشي في هواء، لان بعد كده هيمشي في البريليمف والاندوليمف، ده سائل فقوته هتقل، فربنا كبره وهو ماشي في الهواء علشان لما يقل جوه الانر اير فلويد يبقى كومبنسيشن. تسمعه انت عادي، كومبنساتوري ميكانيزم. طب اتكبر ازاي؟ احنا عرفنا انه اتكبر 20 مره، اتكبر ازاي؟ اول حاجه بالسيرفيس اريا ريشيو، اللي هو ايه؟ التمبانيك ممبرين ده قد الاوفال ويندو دي 17 مره. يعني لو رسمت لك التمبانيك ممبرين كده، الاوفال ويندو كده، التمبانيك ممبرين 17 والاوفال ويندو 1. علشان كده التمبانيك ممبرين لما بتحرك حركه بسيطه الاوفال ويندو بتحرك قده 17 ضعف. زي ترس كبير قوي كونكتد بترس صغير، لما الترس الكبير يتحرك حركه الترس الصغير يتحرك 17 مره، لان الترس الكبير قده 17 مره. تمام، يبقى كده الصوت اتكبر 17 مره، ده اللي هو السيرفيس اريا ريشيو. نيجي بقى للليفر اكشن، طريقه الرفعه ازاي يا دكتور؟ بص بقى، انت لو قدام بيتكم صخره كبيره قوي وعايز تنخعها، عايز تحركها، مش قادر، فبتجيب حته حديد او حته خشبه وتحطها تحت الصخره دي وتحاول تحركها، تلاقيها اتحركت بسهوله. هي دي طريقه الرفعه، انك طولت اللمب. نفس الكلام الميلياس اهي طويله وجوه الميدل اير، والانكس اهي اقصر شويه، وبعدين هنا الاستيبس. الميلياس طولها 1.3 الى 1 بالنسبه للانكس. فالميلياس لما التمبريت ممبرين اللي هنا ده يتهز حركه، الانكس تتهز قده 3 مرات. ليه؟ لان الميلياس لما اتهزت هي اطول من الانكس، وبالتالي لما ده اتحرك حركه ده اتحرك قده 3 مرات. يبقى السيرفيس اريا ريشيو كبرت 17 مره والليفر اكشن كبرت 3 مرات. عامله زي اللعبه زمان اللي انت كنت بتلعبها في النادي اللي انا برسمها دي دلوقتي، واحد قاعد هنا والتاني قاعد هنا، مين اللي يقدر يرفع التاني؟ اللي لمبه طويل، اللي لمبه طويل او وزنه اتقل. اللي لمبه طويل يقدر، لو الاثنين ايكوال وزنهم ايكوال مش حدش هيقدر يرفع التاني. تمام؟ طيب دكتور، في حاجه تانية اسمها الفيز ديفرنس. بص بقى، هو ده الفيز ديفرنس، اللي هو الاوفال ويندو لما يدخل لجوه، الراوند ويندو يطلع لبره. مش الاثنين كونتينيوس عند الايبكس اوف ذا كوكليا؟ امال ليه ربنا خلق اوفال ويندو وراوند ويندو؟ بص الايدي كده، ده السكالا فيستيبيلاي اللي فاتحه في الاوفال ويندو في الاخر، تلف 2.5 دايره وبعدين تنتهي هنا عند الراوند ويندو. فده لما يدخل ان ده يطلع اوت، ده من رحمه ربنا يا اخي. انت عارف لو مفيش الحركه دي والاوفال ويندو دخل لجوه ومفيش ييلدنج بريشر، فالبريشر جوه الانر اير هيعلى جامد، يفرقع مع الصوت العالي. فده حكمه من ربنا اللي هو الفيس ديفرنس. وطبعا انا قلت لك الامبيدنس ماتش ميكانيزم اللي هو ايه؟ اللي هو لما الصوت ربنا خلق الصوت يبقى امبليفايد في الميدل اير كافيتي علشان لما قوته تقل في الانر اير فلويد يبقى كومبنسيشن. دي اسمها امبيدنس ماتش ميكانيزم. امبيدنس ده اللي هي ريزيستنس، الريزيستنس اللي هتحصل للصوت بعد كده في الفلويد، في الانر اير فلويد. يا عالجمال والروعه. بص بقى، بص الفيس ديفرنس، الاوفال ويندو يدخل لجوه، الراوند ويندو يطلع لبره، ده الفيس ديفرنس. بص الليفر اكشن، هنا الميلياس اطول من الانكس، فالميلياس لما يتحرك حركه الانكس تتحرك قدها 3 اضعاف، وهنا التمبانيك ممبرين اكبر من الاوفال ويندو ب 17 مره، يبقى الصوت كبر 17، 17 و3 يبقى 20. تمام؟ وهنا الايبكس اوف ذا كوكليا اللي هي الكوميونيكيشن ما بين السكالا البريليمف بتاع السكالا فيستيبيلاي والبريليمف بتاع السكالا تمبراي، فده لما يتزق لجوه ده يطلع لبره. تمام؟ وعلى فكره علشان كده البازلر ممبرين بيتهز، وعلشان كده تسمع. بص بقى، ليه ربنا خلق لك الاوستيكان تيوب؟ وظيفه الاوستيكان تيوب فيسيولوجي اللي هو وظيفه يعني، اولا ايكواليزيشن اوف بريشر. لما الاوستيكان تيوب وانت بتبلع او بتتاوب في الياونينج والسوالونج تفتح، لانها سي شيب زي ما قلنا، فالسي شيب دي كولابسد نورمال،
مع التتاوب والبلع، تفتح وتقفل تفتح وتقفل، السي تفتح وتقفل، فتطلع هواء، وبالتالي تطلع هواء وفي هواء داخل من الاكسترا كانال، فيتعادل الضغط على جانبي الطبله. يبقى اول وظيفه للاستيكان توب فنتليشن. ثاني وظيفه درينج. الله، مش الميدل اير كافيتي ده لايند بميوكوزا؟ مش بتفرز ميوكاس؟ الميوكاس ده ينزل عن طريق الاستيكان تيوب زي البلاعه بتاع الحوض. طب لو الاستيكان تيوب قفلت، الميوكاس هيتجمع يكون سكريشن جوه الودن بنسميها سكريتوري اوتيتس ميديا. علشان كده قلت لك الاطفال اللي بيتولدوا بكليفت بلت البلاطه المصل مش شغاله، اللي هي بتفتح الاستيكان تيوب، وبالتالي يجي له سكريتوري اوتيتس ميديا، وبالتالي يجي له كوندكتيف هيرنج لوس. ايه وظيفه الماستويد ايرسيلز؟ مش مليانه هواء؟ الانترم وبقيه الارسيل مليانه هواء، فهو ريسيرفوار اوف اير، احتياطي هواء للميدل اير كافيتي. لما الاستيكان تيوب تقفل، الميدل اير تشفط الهواء اللي في الماستويد، احتياطي هواء، تمام؟ لان الميدل اير كافيتي لازم يبقى جواه هواء علشان تعرف تسمع كويس، لان لو ما فيش جواه هواء الدرام هتدخل لجوه تبقى ريتراكتد، ما يتحركش مع الصوت، تبقى ممسوكه بالنيجاتيف بريشر. زائد من ضمن وظائف الماستويد اير سيلز الثانيه، اولا هو جوه هواء فبينسوليت التمبريتشر تشينجز عن الانر اير، دي حاجه، وبيلايتن الويت اوف ذا سكال لانه جوه هواء مش عظم تقيل، بس اهم وظيفه ريسيرفوار اوف اير. وظيفه الانر اير بقى، الكوكلير بارت دي وظيفتها الهيرنج، بيرسبشن اوف هيرنج عن طريق الاورجن اوف كورتي معايا. بينما الفيستيبولار بارت ده، دي الفيستيبيول جوه الساكيولو نيوتريكل، كونسيرند ويز اكوليبريم، وانا ماشي عدل لانهم عدلين في اللينير اكسلريشن عن طريق الماكيولا. بينما السيمي سيركولار داكتس اللي هو جوه السيمي سيركولار كانالز، كونسيرند ويز اكوليبريم في الانجولار اكسلريشن. علشان كده هم تلتين دايره انجولار وعموديين ات اتش اذر علشان يمنتين الاكوليبريم ان ديفرنت بوزيشنز. بص اهو الكوكلير بارت، وظيفه الكوكلير بارت اهو، شوف الانيميشن ده، الساوند دخل هز الميدل اير، هز البريلمف والاندولمف، تمام؟ وبالتالي اتكون بوتنشاليتي جوه الانر اير اللي هي بيرسبشن اوف ساوند. انت عارف لو الوظيفه دي فقدت، لو الانر اير دي ما اشتغلتش، تمام، هنسميها سنسوري هيرنج لوس. لو النيرف بايظ او المخ بايظ، نيورال هيرنج لوس، فالاثنين على بعض بيسموهم سنسوري نيورال. اما الوظيفه بتاع الاكسترا كانال والميدل اير كوندكشن، لو باظت اسمها كوندكتيف هيرنج لوس. الفيستيبولار بارت فانكشن، قلت لك الساكيولو لوتريكل جواهم الماكيولا، مينتنس اوف اكوليبريم في اللينير اكسلريشن، والكريستا امبولاريس اللي هو جوه السيمي سيركولار داكتس اللي هم جوه السيمي سيركولار كانال، مينتنس اوف اكوليبريم في الانجولار اكسلريشن. وانا بلف الميكانيزم اوف هيرنج احنا اتكلمنا عنها على فكره واحنا بنشرح دلوقتي، اللي هو الساوند ويفز تدخل تهز التمبانيك ممبرين فايبريشن، تهز الميلياس فتهز الانكس فتهز الاستيبس. الاستيبس الفوت بليت بتاعتها قافله الاوفال ويندو، فلما يدخل لجوه يهز البريلمف. الاوسكل دي اسمها اوسكلال تشين، ميلياس وانكس وستيبس. بص بقى الجمال، لما الاوفال ويندو يدخل لجوه، البريلمف اتزق لجوه في السكالا فيستيبيلاي، فالسكالا تمبانيه تطلع لبره بتزق الراوند ويندو لبره، تمام، وبالتالي بازلر ممبرين يتحرك فيحصل فريكشن، ترافلنج ويف ثيوري، بازلر ممبرين عمال يتحرك فيحصل فريكشن، تحرك الهيرسل يعمل فريكشن ما بين الاستيري سيليا والتكتوريال ممبرين، تولد نيرف امبلس يترجم في المخ الى صوت. اخر حاجه بنقولها، بنقول ايه انواع الديفنس والمشاكل اللي هتحصل علشان نقدم للمحاضرات اللي بعد كده. بنقول وظيفه الاكسراء اليوتري كانال، قلت لك كوندكشن اوف ساوند، لو اتسدت يبقى تعمل كوندكتيف ديفنس، بس كلمه ديفنس ما عادتش محببه، ديفنس يعني ما عادش بيسمع، فسموه هيرنج لوس، لان الهيرنج لوس ده ممكن يبقى مايلد مودريت سيفير وهكذا. فيبقى اذا لو حصل فيه مشكله في الاكسترا كانال كوندكتيف هيرنج لوس، لو حصل مشكله في الدرام كوندكتيف هيرنج لوس لانها بتكوندكت الساوند، لو حصل مشكله في الاوسكل كوندكتيف هيرنج لوس لانها بتكوندكت الساوند، لو حصل مشكله في الاستيكان توب برضه كوندكتيف هيرنج لوس لانها بتساعد الكوندكشن عن طريق الفنتليشن. طيب يبقى لو حصل مشكله في الكوندكتيف سيستم اللي هو ده يؤدي الى كوندكتيف هيرنج لوس كل ده.
طيب لو حصل بقى مشكلة في الـ inner ear cochlea اللي أنا بعلم عليها بالأصفر دي، تعمل sensory hearing loss. sensory. طب ولو حصل مشكلة في النيرف أو المخ، neural hearing loss. فسموا الاثنين على بعض sensory neural hearing loss. خلي بالك لها أهمية الكلمة دي. يعني لما أقول لك إيه؟ لما أقول لك العين ده عنده الكوكليا بايظة بس، يبقى sensory hearing loss، ده ممكن يزرع كوكليا، كوكليار امبلانت. أما لما يبقى عنده neural hearing loss ما ينفعش، هتزرع كوكليا هنا، طب النيرف بايظ. معايا؟ طب والميكسد هيرنج لوس ده ديو تو ايه؟ ديو تو ليجن، بتعمل كوندكتيف هيرنج لوس وسنسوري نيورال هيرنج لوس، فسموا الاثنين على بعض ميكسد هيرنج لوس. طب امتى يحصل فيرتايجو؟ هل يحصل فيرتايجو نتيجه لالتهاب الاذن الوسطى زي ما الناس بتقول؟ لا، ده التهاب الاذن الوسطى عمره ما يعمل فيرتايجو، لان الاذن الوسطى وظيفتها كوندكشن اوف ساوند. الا لو التهاب الاذن الوسطى فيه باص، والباص دخل على الانر اير، على اللابرانثاين بارت، معايا؟ وبالتالي يعمل فيرتايجو. الفيرتايجو ده نتيجة لديزيز اوف ذا فيستيبولار بارت اوف ذا انر اير، اللي هو الجزء ده، او الفيستيبولار كونكشن اوف اكوليبريم، معايا؟ وبالتالي يجي له فيرتايجو. الفيرتايجو ده اللي هو ايه؟ هالوسينيشن اوف موفمنت، انا حاسس ان انا دايخ، انا حاسس ان الدنيا بتلف، او انا حاسس ان انا بلف والدنيا ثابته، وات ايفر بقى. فالفيرتايجو ده هالوسينيشن اوف موفمنت او سبجكتيف سنس اوف موشن، اللي هو العيان حاسس انه بيتحرك، السبجكت، سبجكتيف سنس اوف موشن. ده نتيجه المشكله في الفيستيبولار بارت اوف ذا انر اير، او الفيستيبولار نيرف، او السنترال كونكشن اوف ايكوليبريم. معايا؟ وكده خلصنا الاناتومي والفيسيولوجي اوف ذا اير، واشوفكم ان شاء الله في المحاضره الثانيه باذن الله.